بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة كانت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا، قرعة مهمة جدا جدا جدا. خليني أقول لحضراتكم المجموعات التي ظهرت اليوم في دوري أبطال أفريقيا أو في قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا. المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي والفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنغولي. أما المجموعة الثانية والتي تضم النادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينم الزيمبابوي. أما المجموعة الثالثة، الوداد المغربي وسان داونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي. أما المجموعة الرابعة، الترجي التونسي والرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري. برضو خلينا نقول لحضراتكم مواعيد مباريات النادي الأهلي بدوري المجموعات. بالنسبة للجولة الأولى 29-30 نوفمبر، النادي الأهلي سيلاقي النجم الساحلي في ملعب النجم الساحلي في تونس. الهلال السوداني سيلاقي بلاتينم من زيمبابوي في الملعب نادي الهلال. أما الجولة الثانية ستكون 6 أو 7 ديسمبر، الأهلي سيلاقي الهلال السوداني في مصر وبلاتينم الزيمبابوي سيلاقي النجم الساحلي في زيمبابوي. الجولة الثالثة ستكون يوم 27 أو 28 ديسمبر، الأهلي سيلاقي بلاتينم من زيمبابوي في القاهرة والنجم الساحلي التونسي سيلاقي النادي الهلال السوداني في تونس. الجولة الرابعة، بلاتينم سيلاقي النادي الأهلي في زيمبابوي والهلال السوداني سيلاقي النجم الساحلي في تونس. في الهلال. الجولة الخامسة يوم 21 و22 فبراير، النادي الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في القاهرة. بلاتينم الزيمبابوي سيلاقي نادي الهلال السوداني في زيمبابوي. الجولة السادسة والأخيرة، النادي الهلال السوداني سيلاقي النادي الأهلي في السودان والنجم الساحلي التونسي سيلاقي بلاتينم من زيمبابوي في تونس. برضو احنا بنتكلم مع حضراتكم، خليني اقول لحضراتكم مشوار النادي الأهلي حتى دور المجموعات. النادي الأهلي في اولى مبارياته فاز على نادي اطلع بره من جنوب السودان. المباراتين بالمناسبه اتلعبوا في القاهره نظرا لظروف السودانيه، ولكن نادي الاهلي فاز في المباراه الاولى 4-0 وفي المباراه الثانيه 9-0. اما في دور ال 32 النادي الاهلي فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه بهدفين مقابل لا شيء في مباراه الذهاب كانت تقام في غينيا الاستوائيه، ثم مباراه العوده فاز النادي الاهلي برباعيه مقابل لا شيء. ده بالنسبه لمشوار النادي الاهلي قبل بطوله او قبل دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اما مشوار النجم الساحلي حتى دور المجموعات، بالنسبه للدور التمهيدي حوريه كوناكري الغيني فاز على النجم الساحلي التونسي في غينيا بهدفين مقابل هدف. اما النجم الساحلي التونسي في المباراه الثانيه في مباراه العوده فاز على حوريه كوناكري الغاني 7-1 في تونس. دور ال 32 أشانتي كوتوكو فاز على النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء، والنجم الساحلي فاز على أشانتي كوتوكو في تونس بثلاثية مقابل لا شيء. مشوار الهلال السوداني، نادي الهلال السوداني تعادل إيجابيا مع نادي رايون سبورت الرواندي في رواندا، أما في المباراة الثانية فتعادل سلبيا وبالتالي صعد نادي الهلال إلى الدور ال 32. تعادل سلبيا مع نادي انيمبا في المباراة الأولى، ثم فاز الهلال في المباراة الثانية والتي كانت تقام في السودان بهدف مقابل لا شيء. أما مشوار بلاتينم الزيمبابوي حتى دور المجموعات، الدور التمهيدي تعادل سلبيا مع نادي بولتس من ملاوي في ملاوي بسلبيا زي ما قلت لحضراتكم، وفاز في المباراة الثانية بثلاثية مقابل هدفين. في دور ال 32 بلاتينم من زيمبابوي بيفوز على يونياو دوسونجو من موزمبيق، وبيكسب أيضا دوسونجو من موزمبيق برباعية مقابل هدفين في موزمبيق.
خلينا ننتقل إلى تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع هذه الأندية. بالنسبة للنجم الساحلي، النادي الأهلي التقى مع النجم الساحلي 11 مرة. حقق الفوز النادي الأهلي بثلاث مرات، والنجم الساحلي فاز على النادي الأهلي ثلاث مرات، وتعادل الفريقين خمس مرات. أما تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الهلال السوداني، تقابل الأهلي مع الهلال السوداني في بطولة أفريقيا ست مرات. النادي الأهلي حقق الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين. النادي الأهلي لم يسبق له أن يواجه بلاتينيوم من زيمبابوي من قبل. خليني برضه أقول لحضراتكم بعض نجوم الفرق اللي هيلعبها النادي الأهلي. بالنسبة لنادي النجم الساحلي، عنده مجموعة جيدة جدا من اللاعبين: كريم العريبي هداف الفريق، وفراس بالعربي، ومرتضى بن والناس، وإيهاب المساكني، أبرز نجوم نادي النجم الساحلي. أما أبرز نجوم نادي الهلال السوداني: موفق صديق، ومحمد موسى الضي، ومحمد دراج، وصهيب الثعلب. أما أبرز نجوم نادي بلاتينم: بيرفكت شيكواندي، ده هداف الفريق، ونيفر تيجيري، وعلي صديقي. ده كان أبرز حاجة عن مواجهات النادي الأهلي، حاجة سريعة جدا طبعا لغاية لما نبدأ المباريات إن شاء الله. قبل بداية المباريات هنقول لحضراتكم تاريخ كل حاجة هنقولها لحضراتكم من خلال ملعب الأهلي خلال الفترة القادمة. وإن شاء الله في النصف الثاني من هذه الحلقة هنتكلم مع نجومنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا في النصف الثاني من هذه الحلقة عن رأيهم في مجموعة النادي الأهلي، رأيهم على في المجموعات بشكل عام، وكيف يرى محللنا الكبار حظوظ النادي الأهلي خلال هذه الفترة. قرعة دوري دور ال 32 مكرر للبطولة الكونفدرالية. الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي سيلاقي فريق إيساي البنيني. المصري البورسعيدي سيلاقي فريق كوديور من سيشل. ويانج أفريكانز التنزاني سيلاقي نادي بيراميدز. دي الفرق اللي من الممكن المصرية اللي من الممكن أن نراها. بقية الفرق الحقيقة موجودة برضو في البطولة. دي كان أبرز حاجة عن دوري المجموعات دور 16 في البطولة الإفريقية، بطولة دوري أبطال إفريقيا. والكل يعلم أن النادي الأهلي الحقيقة حاطط كل تركيزه خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري لغاية إن شاء الله يوم 29 و30 نوفمبر هنبتدي بقى نفكر في البطولة الإفريقية اللي هي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي هي البطولة الأهم. كل جمهور النادي الأهلي ينتظر أن طبعا نفسهم ان احنا نكسب بطولة افريقيا، نفسهم ان احنا نفوز ببطولة افريقيا مرة اخرى، ولكن الكل ينتظر ايضا ان يبذل كل اللاعبين قصارى جهدهم اثناء المباراة، اثناء كل مباراة بتتلعب خلال الفترة القادمة. النتيجة دي دايما انا بقول لحضراتكم ان هي مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا. النتيجة دي كل واحد من ال 11 اللي هيلعبوا يوم 29 ل 30 نوفمبر ان شاء الله في اولى المباريات امام النجم الساحلي في تونس. وانا بحب البدايات التقيلة، ما بحبش البدايات اللي هي تكون ايه، لا انا بحب البدايات التقيله، البدايات اللي تخليك تبقى واثق من نفسك ان شاء الله. ان شاء الله بالمستوى اللي احنا شايفينه والتطور الواضح في مستوى النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. وبالمناسبه النادي الاهلي لعب فرق كبيره، معلش انا كل شويه هكرر هذا الكلام لان انا بلاقي اصدقائنا يعني من لا يشجعون النادي الاهلي دايما لما بيقابلوني بيقولوا لي يعني انت ما، او من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، انا بنسى دايما كلمه بعض دي، لكن بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيقولوا لي يعني اصل الراجل برده ما لعبش فرق كبيره ومش عارف. انا برده بستغرب جدا والله من الموضوع ده جدا. يعني لو انا حتى فريقي مش كويس ما اقولش على فريقي مش كويس، يعني انا لو فريقي وحش مش هتكلم على ان فريقي وحش، هنفضل نقول ان فريقنا كويس وفريقنا كبير وفريقنا وفريقنا. ده اي حد في العالم بيعمل كده، اي حد يعني في العالم هيعمل كده، مش هقول حاجه تانية. ومش عيب بالمناسبه ان انا اعترف بقوه المنافس، اي منافس يعني مش منافس وحيد، ولكن اي منافس. كل الفرق اللي احنا لعبناها فرق جيده، كل الفرق اللي احنا لعبناها فرق ممتازه. الناس مغلوله شويه عشان فايلر ماشي. وبالمناسبة برضو بمناسبة فايلر حتى الآن بشاير جيدة، هناك تغيير في أداء اللاعبين،
هناك امور جيده كثيره جدا، ولكن هل من الممكن ان احنا لما نيجي نتكلم على فايلر في الخمس مباريات السابقه هنقول ان هو مدرب بالفعل جيد؟ لان لجنه التخطيط اختارت بالفعل مع المشرف العام على كره القدم كابتن خطيب، اختاروا حد جيد جدا للنادي الاهلي، وحد برضو او مدير فني طموحه قريب من طموح النادي الاهلي. لان انا من وجهه نظري ان مفيش حد طموحه زي طموح النادي الاهلي، على طول عايز يكسب نكسب 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 نكسب، هو ده اسم النادي الاهلي وهو ده طموح النادي الاهلي. فعشان كده دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول لكم ايه، ان الناس اللي بتتكلم او بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيتكلم يقول لك فايلر، لا فايلر كويس، فايلر كويس، مش كلامي، النتائج، نتائج بتقول كذا وكذا 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 وكذا، لعبنا فرق كبيره، لعبنا فرق كبيره. دايما لما بحب اجي اتكلم من مع حد من الناس اللي لا او من بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي بقول لهم كده، بقول لهم يا جماعه طيب احنا ناس ما بنعرفش نشوف في الكوره وما عندناش فكره في الكوره، ولكن الارقام، هل الارقام بتكذب؟ تكذبش. الارقام اخبارها ايه؟ الارقام بتقول 1+1 عمره ما هيساوي 3، بتساوي يساوي كام؟ 1+1 يساوي 2. ف انا بقول لهم، مش هقول لهم يعني ايه، دايما اللي بيبقى جواه بشكل عام، يعني دايما اللي بيبقى جواه غل من حد او حقد على حد او عايز يخلي اللي قدامه ده وحش باي طريقه، باي طريقه، باي طريقه، عايز تخلي اللي قدامك ده وحش، عايز تخلي اللي قدامك ده يا ريتني كنت عملته، يا ريتني كنت عايز تخلي لما يبقى حد كويس قوي وبعيد، بعيد ده، بعيد خالص، النادي الاهلي بعيد خالص عن اي حد، عن اي حد، يعني الفرق النادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي، وبعدين ننام شويه ونصحى نقول النادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي، وبعدين ننام شويه كمان ونصحى نقول النادي الاهلي تاني، ما هي دي الحقيقه، الارقام بتقول كده. فدلوقتي كل الناس اللي باصه للنادي الاهلي باصه ان النادي الاهلي بعيد، بعيد في حته بعيده، يعني اخر الاستوديو، اخر الاستوديو ده بعيد برضه، بعيد. فلما اجي ابص لحد بعيد مش عارف اوصل له، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقعد اتكلم 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 اتكلم، ده اداره مش عارف ايه، ده مدير فني ايه، ده لعيبه ايه، ده جمهور ايه، ده كذا ايه، ولكن في النهايه بتجد ترابط غريب جدا وترابط شديد جدا وحب ما بين الجمهور. ساعات بالمناسبه الجمهور بينتقد اللاعبين، الجمهور بينتقد المدير الفني، الجمهور بينتقد الاداره، على قلبنا زي العسل، على قلبنا بيبقى حاجه كويسه جدا ان احنا جمهورنا بينا وبين بعض كده نقعد نتكلم ونتكلم معاهم ونقول لهم يا جماعه مفيش مشكله، كل الناس اللي احنا بنتكلم عنهم دول اللي هو مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني للنادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي، كل الناس دي بتشتغل عشان مين؟ احنا هنا بنشتغل عشان مين؟ علشان حد تاني مثلا؟ او المفروض ان انا اطلع اتكلم هنا عن مين؟ في قناه الاهلي اتكلم عن مين؟ عن ريال مدريد مثلا ولا عن مين؟ انا مش فاهم. عمري ما هتكلم عن حد تاني. والله لما تعملوا ايه؟ عمري ما هتكلم عن حد تاني. اللي عايز يقول حاجه يقولها، واللي عايز يعمل حاجه يقولها. زي ما قلت لحضراتكم البعيد دايما انا عايز اعمل اي حاجه، ما هو انا عندي جوايا حقد وغل رياضي طبعا، انا لا اقصد شيء اخر، انا بقصد ان حقد وغل رياضي يخليك عايزك تشده لتحت كده، تشده لتحت، انت مش قادر، عايز توصل له يعني انا ايه مثلا؟ عايز اوصل للسقف اللي فوق ده، فعايز اعمل ايه عشان اوصل للسقف ده؟ طب مش المفروض اي حد في الدنيا بيفكر هيعمل ايه؟ هيجيب سلم ويطلع السلمه واحده 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 واحده، ده لو السقف فضل مكانه، السقف عمره ما هيفضل مكانه يا جماعه. النادي الاهلي دايما بيعلى، النادي الاهلي دايما بيبعد، النادي الاهلي دايما بياخد دوري، بياخد كاس، بياخد بطوله افريقيه، ايه تاني؟ سوبر افريقي، سوبر محلي. افتكر كده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، افتكروا كده هتلاقوا ان انتوا كل ما هتيجي تقربوا وتيجي تعملوا كده هتلاقوا ايه؟ سراب، سراب، لانه بعيد. النادي الاهلي في حته تانية، النادي الاهلي في منطقه اخرى، ومش انا برضو اللي بقول الكلام ده،
مش انا، كل من، وطبعا مش كل اللي بيشجع النادي الاهلي بيقول الكلام ده، لكن كمان كل اللي بيشجع النادي الاهلي دايما بيتكلم بلغه الارقام، والارقام لا تكذب ولا تتجمل. الارقام ما بتكذبش وما بتتجملش. يعني عمرنا ما شفنا 1+1، هل عمرنا في حياتنا شفنا 1+1 يساوي 3؟ حد يقول لي؟ عمرها ما حصلت. فهو 1+1 يساوي 2. 41 دوري يعني ايه؟ يعني 41 دوري، ما يبقوش 42، ما يبقوش 39 ولا 40. 41، هم 41. وانت معدي كده من قدام الدولاب بطولات النادي الاهلي اللي موجود في النادي هتلاقي الدوري 41. فمش انا يا جماعه اللي بقول، الكاس حاجه و30، بطوله افريقيا شوف كم مره، بطوله السوبر الافريقي شوف كم مره. ف دايما ببقى عايز اشد نادي الاهلي، فكل ما اجي اوصل واجي اعمل كده، عارفين اللي بيقفش الفراخ عامل يعمل كده، يجي يمسك يلاقي الدنيا فاضيه، يقوم جاي باصص تاني كده يلاقي النادي الاهلي بعيد. هو هيفضل يبعد كده؟ هنفضل نبعد كده، لان هناك اداره محترمه واداره احترافيه دائما ما تساعد اذا كان هناك خلل. الكل بيعترف بالخلل بالمناسبه، اذا كان هناك خلل، انا بتكلم هنا على فريق كوره، اذا كان هناك خلل الكل بيعترف بالخلل ده بما فيهم احنا هنا في قناه النادي الاهلي او في ملعب الاهلي وفي استوديو اي مباراه، بنعترف بالخلل وفورا. ولكن هو ده الاحتراف، ان انا اعترف ان انا عندي مشكله في اسلام، فخلاص لازم اجيب بديل لاسلام او لازم اجيب حد مكانه. فالعموما هي دي اللغه الاحترافيه التي تتعامل بها مؤسسه النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي. لكن الناس كلها لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي بتتكلم عن ان النادي الاهلي مؤسسه احترافيه. دايما لما كان حد بيجي يسالني اقول له ايه؟ النادي الاهلي اقرب الانديه لتطبيق النظام الاحتراف الاوروبي في مصر. ده حقيقي على فكره. ممكن تساله، اسالوني، بلاش اقول لكم اسالوني انا، اسالوا اي حد من اللي لعب جوه النادي الاهلي ولعب في انديه اخرى، هتعرفوا الفارق ما بين هنا وما بين هنا. هتعرفوا الفرق، يعني في بعض اللاعبين، انا بتكلم على الجيل القديم مش دلوقتي، في بعض اللاعبين مشوا من النادي الاهلي ويقول لك لا انا عايز امشي عشان ما بلعبش ال 90 دقيقه كامله. يا سيدي اقعد كمل، ده النادي الاهلي، اقعد بس احتياطي الاول وبعد كده العب ومفيش مشكله. يقول لك ايه؟ لا انا عايز امشي من النادي الاهلي. اول ما يطلع من النادي الاهلي ويروح نادي اكس، اول ما يروح نادي اكس ده تلاقي جاله حاجه غريبه، جاله حاجه غريبه جدا، تلاقي التليفونات يا جماعه رجعوني، عايز ارجع، الحقوني الحقوني. طب خلاص، ما احنا قلنا لك، كلنا قلنا لك، زمايلك، انا بتكلم على الاجيال القديمه، انا ما اعرفش دلوقتي ايه اللي نفس الكلام ده، اي حد هيمشي هيبقى كده برضه، لكن انا بتكلم على الاجيال انا شفتها بعينيا والناس انا شفتهم بعينيا. هناك فارق كبير جدا جدا جدا، فانت مش قادر تعمل حاجه في الملعب. الملعب مش قادر تعمل فيه حاجه. فهتعمل ايه؟ دايما لما تلاقي اتنين بيتخانقوا، لما تلاقي اتنين بيتخانقوا تلاقي واحد فيهم وهادي وواثق من نفسه بيتكلم بطريقه جيده وصوته ما بيعلاش قوي، لكن لما بيحب يعلي صوته بيعليه. وبتلاقي التاني عامل ازاي؟ عمال يتكلم ويجعجع ويشتم ويضرب ويعمل وبتاع، فيحصل ايه؟ تعرف على طول ان انت وانت واقف من بعيد كده بتتفرج، تعرف ان اللي بيتكلم بثقه وبقدره غريبه عن على ان هو يتحمل اللي بيحصل فيه الاثنين اللي بيتخانقوا. تعرف على طول ان ده كبير كبير كبير، مش خايف، كبير مش ضعيف، كبير بافعاله وبقدرته على ان هو يغير كل حاجه وهو واقف، وهو ما بيزعقش، وهو ما بيجعجعش، وهو ما بيقولش اي كلام. هو ده الفارق، هو ده النادي الاهلي. طول عمرنا، طول عمرنا في النادي الاهلي، او طول عمر النادي الاهلي كده، طول عمر النادي الاهلي من اول 1907 وحتى الان، النادي الاهلي بكل رؤسائه العظام وبكل مجالس ادارته العظيمه كلهم
بيتعاملوا بنفس الشكل وبنفس الموقف، وطول عمر النادي الاهلي بياخد بطولات وهيفضل ياخد بطولات وهيفضل يعلى، وبالنسبه لكم هيبقى سراب سراب. تيجي تمسك البتاعه تلاقيها فاضيه، تيجي تمسك البتاعه تلاقي الدنيا فاضيه. احنا قلنا هنا قبل كده لو قفلنا 10 سنين زي ما قلت لكم كده النادي الاهلي، وبعدين ننام شويه، وبعدين اهلي 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 اهلي، وبعدين ننام شويه تاني اهلي اهلي. هو ده، دي حقيقه، مش بتريق والله على حد ولا بتكلم على اي حاجه خالص، ولكن هي دي الحقيقه، الحقيقه الواضحه للجميع. بالمناسبه انا مش بقول كده عشان انا عندي فريق قوي، انا عارف ان انا النادي الاهلي هيفضل طول عمره قوي، النادي الاهلي هيفضل طول عمره قوي، النادي الاهلي عمره ما بيتاثر حتى ولو لم يكن بطلا للدوري، حتى ولو لم يكن بطلا لافريقيا، حتى ولم يكن بطلا للكاس، هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي، وهتفضل وهيفضل جمهوره، هيزعل منه الجمهور، هيزعل شويه، ولكن هيفضل جمهوره واقف في ظهره، هيفضل مجلس ادارته بيتعامل مع الجميع بمنتهى الاحترام، مع الجميع، مع الجميع بمنتهى الاحترام، هيفضل مجلس ادارته وجهازه ولاعيبته هم الافضل في التاريخ من 1907 وحتى الان. هو ده اللي اتعلمناه، هو ده اللي احنا هنعرفه، عمرنا ما هنتبادل ال حد زي ما قلت لحضراتكم، لما حد يجي يشتمك فانت كبير فبتبص له دايما، لما النادي الاهلي ما بيبصش كده او ما بيبصش كده، النادي الاهلي بيبص كده لتحت، لان انت تحت، فهتفضل تشتم، تفضل تتكلم، تفضل عايز تزق النادي الاهلي لتحت، مظبوط؟ عمر ما حد هيعرف يعمل كده، عمر ما حد هيعرف يعمل كده. النادي الاهلي مش محمود الخطيب، النادي الاهلي من 1907 وحتى الان عد الاسماء. كابتن خطيب ترس من التروس اللي كانت موجوده في النادي الاهلي. عندنا جزء هنتكلم، انا هتكلم بقى عن الكابتن خطيب في وقتها لما اجي اتكلم عنه. فهو ده النادي الاهلي. فقول زي اللي عايز يقول حاجه، اللي عايز يقول حاجه يقولها، واللي عايز يتكلم يمين وشمال وفوق وتحت، عارفين لما شخص يبقى لابس قميص اورنج مثلا على بنطلون اخضر على جاكيت الوان تانية، تحس كده ان اللي قدامك ده كل شويه بكلمه وكل شويه بحاجه وكل شويه بلون وكل شويه بشكل وكل شويه، ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ فاللي انا بقوله ان دايما او خلال الفتره القادمه جمهور النادي الاهلي واقف ورا جمهور، ورا مجلس ادارته، واقف ورا فريقه مهما كانت الظروف. زي ما قلت لحضراتكم عندنا مجموعات دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي المرشح الاول دائما للفوز بالبطوله الافريقيه. النادي الاهلي هو الاقرب دائما، او دايما الناس بترشحه ان هو يفوز بالبطوله الافريقيه حتى لو حصل عثرات خلال الفتره السابقه. حتى كل المنافسين بيقولوا كده، يعني النهارده بعد البطوله لما تيجي او بعد ما القرعه اتعملت، ناس لما اتكلمت قالت لك ان النادي الاهلي هو المرشح الاقرب او المرشح الدائم لهذه البطوله. حصلت عثرات في اوقات معينه، تمام، بنتعلم منها وبنبص عليها وبنشوفها علشان بعد كده ما تحصلش مره اخرى. بنزعل وبنتعب من جوانا، احنا بنزعل وبنتعب لان احنا ما بتحصلش معانا كتير، في انديه اخرى بتحصل معاها كتير قوي قوي. ف كرة القدم دائما لا تعترف الا بالمجهود، وقبل المجهود طبعا المجهود من اللاعبين وكل حاجه، ولكن كرة القدم بدون الجمهور اللي بيبقى مالي الملعب بتبقى صعبه جدا، الله يكون في عونهم. اي لعيب بيلعب بدون جمهور انا من وجهه نظري ان هو بيبقى مظلوم ظلم كبير جدا. لو اللي حضراتكم شفتوه ده خلال الثلاث اربع خمس مباريات السابقه او الست مباريات السابقه، المرحله الاولى من وجود رينيه فايلر مع النادي الاهلي، لو الجمهور كان مالي الاستاد كنت هتشوفه ضعف او اكتر. لو كل لعيب مطلع 100% لا هيطلع 200%، عشان الجمهور ده بيعمل حاجات كتير قوي. وهو ده اللي نتمناه خلال الفترة القادمة. وبالمناسبة سيظل دائما، سيظل دائما النادي الأهلي هو ملك القارة السمراء. لما تيجي تتكلم عن أحد الأساطير اللي موجودة في القارة الأفريقية بتعمل إيه؟ لما أول بلاش واحد مصري، حد أي حد أفريقي يقول لك إيه؟ محمود الخطيب
فلان علان ترتان، لكن بيبدأ دائما بمحمود الخطيب. محمود الخطيب بالنسبة لنا وبالنسبة كل المصريين، مش جمهور النادي الأهلي فقط، ولكن كل المصريين أو معظم المصريين باستثناء بعض يعني. فدايما لما تيجي تتكلم عن القارة الأفريقية أو أي حد في القارة الأفريقية، سافرت جنوب أفريقيا اسألهم كده، أقول لهم تعرفوا مين في أسطورة من أساطير القارة الأفريقية؟ هقول لك كانوا وسامويل إيتو وكذا وكذا، وقبل ما يتكلم عن دول هيتكلم عن محمود الخطيب. فطبيعي جدا إن لما تيجي تختار لما تيجي تختار، أنت كاتحاد أفريقيا هتختار مين؟ لازم تختار حد محترم، له سمعة طيبة، له كل الناس بتحبه، له تاريخ كروي كنجم، وله تاريخ في الإدارة كبير. وقبل كل ده بقى أنت بتختار اسم النادي الأول، اللي هو تخيل بقى لما المواصفات دي كلها اللي أنا قلتها تبقى موجودة مع أكبر اسم في أفريقيا، أكبر اسم نادي في أفريقيا اللي هو نادي الأهلي. فالنادي الأهلي مع محمود الخطيب، ومحمود الخطيب مع النادي الأهلي. فأي حد في أفريقيا لما تيجي تسأله كده تقول له مين يا فلان، هما بيتكلموا، انتوا عارفين حضراتكم الافارقه لما بيجي يتكلموا بيتكلموا ايه؟ سواحيلي، او معظمهم فيهم جزء كبير بيتكلم سواحيلي، احنا ما بنعرفش نتكلم طبعا سواحيلي. فالسواحيلي ده محمود الخطيب، هما كده الناس تقول لك الخطيب بيبو. فانت يعني الناس اللي والله دايما انا لما بحب اجي اتكلم ما بحبش اتكلم على اي حد تاني، ولكن للاسف الشديد. طيب خلينا نتكلم في موضوعنا، او في الموضوع اللي احنا عايز اتكلم مع حضراتكم فيه. دايما لما زي ما قلت لكم الاتحاد الافريقي لما بيختار بيختار كده الاساطير، الاسم الكبير في افريقيا نادي الاهلي، الاساطير اللي موجوده في النادي الاهلي، وبعد كده بيدور على الانديه الثانيه في افريقيا كلها. فطبيعي جدا ان يكون رئيس النادي الاهلي عضو في لجنه المسابقات، طبيعي جدا. اعتذر بقى، ما الكلام ده كله، هو الراجل الله يكون في عونه تعبان جدا، ان شاء الله يقوم بالسلامه ويبقى افضل من الاول. لا تعبان يعني، مش تعبان جدا ولا حاجه، هو تعبان يعني، عنده كابتن محمود عنده حاجه في ظهره، ولكن ان شاء الله في خلال يومين ثلاثه ينزل ويزاول نشاطه مره اخرى زي الفتره اللي فاتت، وافضل كمان من الفتره اللي فاتت. فدايما لما بتيجي تختار زي ما قلت لحضراتكم كده بتختار محمود الخطيب، اسم النادي الاهلي ومحمود الخطيب. تخيل لما الاثنين يبقوا مقترنين ببعض، الاهلي والخطيب، تبقى انت قد ايه الفرحه. لو في حد تاني قريب من الاهلي اللي هو السراب، فاكرين السراب اللي انا كنت بحكي فيه من شويه؟ سراب تيجي تطلع تمسك، فيعني الناس متضايقه قوي، او بقى لا لا مش الناس، معظم الناس مبسوطه من وجود الكابتن خطيب، ولكن القله هي اللي متضايقه. فاللي متضايق يروح اسكندريه، اللي متضايق يروح اسكندريه يتمشى هناك على الكورنيش ويشوف. ف يا جماعه من فضل حضراتكم القيم الكبيره اللي عندنا هتفضل بالنسبه لنا قيم ثابته، والخطيب والنادي الاهلي بيمثلوا مصر في هذه اللجنه، مش بيمثلوا بلد اخر. فللاسف الشديد انا ما كنتش حابب اتكلم في المواضيع دي، لكن انا دايما لما باجي اتكلم بحب اتكلم بشكل عام، انا لا اوجه كلامي لاحد، ولكن انا دايما بتكلم جمهور النادي الاهلي، مش دعوه بحد تاني، انا دايما بكلم جمهور النادي الاهلي، ودايما بحاول اوصل وجهه نظري لجمهور النادي الاهلي، عشان دايما انا لما بستشف حاجه بستشفها منهم. لما باجي اتكلم قبل ما اطلع الحلقه بقالي يومين ثلاثه ما طلعتش، فبقعد اتكلم مع الناس، ايه الاخبار، حاسين بايه، بتقولوا ايه؟ لا خلي اللي يقول يقول يا عم، اللي يقول يقول، ده عندنا ده قيمه وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. ف ده بس شرح بسيط لموضوع وجود الكابتن خطيب. بالمناسبه ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه، والف سلامه لكابتن محمود الخطيب. We'll be right back.
بيتولد إنسان جديد زي النهار ما بيتولد في يوم جديد كل لحظة يتولد إنسان جديد يقرب لبكرة الأمل البعيد سام القلب قوية سمعوا كل الدنيا حكاية العريس المصري الحبيب حكاية العريس المصري الحبيب الشدة دايما ينادوه حب الناس والناس حبوه وقت الشدة دايما ينادوه راجل والرجالة كتير في مصر بيحب الخير لمصر راجل والرجالة كتير في مصر بيحب الخير لمصر فنان في أحراز النصر الحقيقة دايما أنا لما بحب أجي أتكلم ما بحبش أتكلم بسوء ظن، وبالتالي أنا هتكلم دائما بحسن الظن، دائما مش هتكلم بسوء ظن، هتكلم دائما بحسن الظن. هي ليه لجنة المسابقات خلال الفترة اللي فاتت في اتحاد كرة القدم أجلت عقوبات الأسبوع الثاني لما بعد الأسبوع الثالث؟ مرة تانية، وأنا دايما لما باجي أتكلم بتكلم بحسن الظن، أنا لا أتكلم بسوء الظن. يعني أنا ظني في ان ده حصل قد يكون خطأ وقد يكون شيء اخر، انا دايما ما ببصش للشيء الاخر ولكن بعتبره خطأ لحين ان يتم اثبات العكس. فهو انت ليه حضرتك كلجنة المسابقات ما طلعتش العقوبات بتاعت الاسبوع الثاني الا بعد نهاية الاسبوع الثالث؟ مش فاهمها. ممكن يكون عندي انا خطأ مش فاهمه، فلو حد يقدر يطلع يشرح لنا يا ريت يطلع يقول لنا يا جماعه والله لا الاسبوع الثاني في كذا وفي كذا زي ما بنسمع يعني. ف قال لك احنا مثلا اخترنا الناس الموقوفه مباشره، فهل ده صح ولا غلط؟ طب ليه حضرتك اجلت برضو السؤال مهما تقول ومهما يكون رد حضرتك، هو لماذا تم تاجيل اعلان العقوبات بتاعت الاسبوع الثاني لما بعد نهايه الاسبوع الثالث؟ معرفش، سؤال كويستشن علامة بسأل عشان أعرف هو ليه بيحصل كده. وزي ما أنا قلت على موضوع التحكيم في الأسبوع الثاني، يا جماعة التحكيم ده جزء وعنصر مهم جدا جدا، نتمنى إن هو ودائما وكل شوية هأكرر هذا الكلام، النادي الأهلي بيقف مع منظومة التحكيم في مصر دائما، التحكيم المصري يعني. ولكن عندما يتم جلد النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز، وعندما يتم جلد النادي الأهلي في مباريات أخرى أو عدم احتساب أخطاء واضحة للنادي الأهلي على الرغم من فوز النادي الأهلي برباعية مثلا في مباريات اللي فاتت وكان كسبان أربعة وما احتسبتلوش ضرب الجزاء، هو حضرتك مش عايزه يكسب خمسة؟ أو ساعتها كان واحد مش عايزه يكسب اتنين؟ أو ساعتها كان صفر مش صفر صفر مش عايزه يكسب؟ مجهود بيبذله أكتر اللاعبين، لكن أنت لو حضرتك النتيجة واحد وبقت اتنين تبقى المباراة أسهل عليك كحكم وعلينا وعلى كل الناس. فكل دايما اللي بنطالب بيه الشفافية في التحكيم مش مع النادي الأهلي بس، مع النادي الأهلي طبعا ومع كل الأندية. العدالة التحكيمية، العدالة التحكيمية، العدالة التحكيمية، كل شوية بنقعد نكرر هذا الكلام، كل شوية بنقعد نكرر ونقول هذا الكلام. فنفس الكلام بالنسبة للجنة المسابقات، اتكلمنا وقلنا إن هناك
رئيس شاب للجنة المسابقات، إن شاء الله الفترة القادمة تكون الأمور جيدة جدا بالنسبة له والدنيا تبقى زي الفل، ودعمنا ووقفنا وعملنا. عايزين بقى حد يطلع بعد إذنكم يرد علينا يقول لنا يا جماعة ليه، لماذا لم يتم إعلان العقوبات في الأسبوع الثاني وتم انتظار هذه حتى نهاية الأسبوع الثالث، تم انتظار إعلان العقوبات حتى نهاية الأسبوع الثالث. أتمنى أن حد يطلع يقول لنا هذا الكلام، بس ما عنديش أي مشكلة على فكرة. ممكن حد يطلع يقول لي يا إسلام لا والله في واحد اثنين ثلاثة عشان كده استنينا، مية 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 مية، بس دايما احنا موجودين ودايما بنسأل ودايما بنحاول يجي لنا استفسار، يعني بنحاول نتصل بهنا وبهنا وبهنا عشان نعرف الاستفسار ايه، او عشان نعرف إجابة الأسئلة اللي احنا بنسألها ايه. طلبت من اسبوع 10 ايام يا جماعه من فضل حضراتكم للمسؤولين عن التنظيم، اعتقد الشركه الراعيه او مين، محتاجين مايك بعد كل مباراه يلف على الصحفيين عشان صوتهم يوصل للمشاهدين اللي بيتفرجوا على المؤتمر الصحفي، لان اسئله الصحفيين بتبقى اسئله مهمه، وبالتالي مهم ان الناس تسمع اسئله الصحفيين. معرفش هل ده حصل، ما شفناش مؤتمر صحفي لغايه دلوقتي، كانت بعد كده مباراه اسوان، بعد كده كانت مباراه اسوان، فما ما شفناش المؤتمر الصحفي في مباراه اسوان، قريناه بس. وبالمناسبه هو اسمه المؤتمر الصحفي، المؤتمر الصحفي. صحفي يعني ايه؟ يعني ان المشاهدين عايزين يشوفوا المؤتمر الصحفي وعايزين يسمعوا المؤتمر الصحفي. ففي حاجات بس كده بتبقى، معلش هي بتبقى بسيطه جدا، ف بتبقى حاجات بسيطه جدا، ولو اتعملت هيبقى احسن واحسن واحسن، وهتبقى الامور افضل وافضل وافضل. وهفضل اكرر بالمناسبه، انا ما بتعبش من التكرار، بفضل اكرر واقول، فانا ما بتعبش من التكرار، هفضل اقول كل شويه لغايه لما يتم تنفيذ الموضوع ده. لان لو حضرتك عملت الموضوع ده المستفيد الاول والاخير مش انا، انا هبقى من ضمن المستفيدين، ولكن كتير جدا هيبقوا مستفيدين، كل من يشاهد المباريات والمؤتمرات الصحفيه هيبقى مستفيد. انا بالمناسبه ممكن بتليفون اسمع المؤتمر الصحفي كله وانا هنا، ما عنديش مشكله، لكن في ناس بتبقى عايزه تسمع اسئله الصحفيين مشاهدين، يعني لكل فريق بقى، اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الانديه. يعني انت محتاج 18 مايك، لا مش 18، 9 كمان مايك لكل مباراه. حلو ده، ممكن نعمله مايك لكل مباراه في او مايك لكل مؤتمر صحفي. فاعتقد دي حاجه مش هتبقى كبيره وستزيد من احترام المشاهد الكلام اللي بيسمعه. المشاهد دايما لما حتى بيجي يسمع بيسمع ان المدير الفني لو كان مصري بيسمع رد المدير الفني من غير ما يسمع السؤال، فبيقعد يستنتج بقى ويستنبط، وانتوا عارفين الكلام ممكن يبقى سؤال مختلف تماما عن السؤال اللي اتسال. فحاجات بسيطه بس بنقولها، ونتمنى ان المواضيع دي تنتهي، لانه بالعكس بتعلي قيمه الدوري، بتعلي قيمة المنتج اللي حضرتك عايز تبيعه كشركة راعية أو المنظمين، بتعلي مننا لو حصل هنطلع نقول يا جماعة ده ناس محترمة وبتعمل كذا وكذا. هم طبعا محترمين وعلى دماغي من فوق، ما عنديش مشكلة، ولكن أنا بتكلم إن هو ناس بتحاول دايما إن هي تنجح في عملها من خلال بعض الأمور البسيطة جدا جدا. نتمنى إن شاء الله إن احنا نشوفها خلال الفترة اللي جاية. احد اللاعبين المميزين جدا، احنا كل حلقه كده بنحاول على قد ما نقدر، عمرو السوليه ده واحد من اهم وافضل اللاعبين في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. عمرو السوليه بيؤدي دوره الهجومي بشكل جيد، الدفاعي بشكل رائع، وبالتالي الكل دلوقتي اتبسطنا جدا لما سمعنا ان عمرو السوليه هيروح منتخبنا الوطني، ولكن للاسف الشديد عمرو اصيب. هل هيلحق بالمباراه، مباراة 19 اكتوبر، ولا مش هيلحقها؟ ما اعرفش لسه، هنقول لحضراتكم خلال الفترة القادمة الايام القادمة هل سيكون عمرو السوليه متواجد في مباراة الاهلي والزمالك اللي هتبقى يوم 19 اكتوبر ولا لا. نتمنى طبعا، انا شخصيا واحد من الاهلاويه اللي اتمنى ان انا اشوف عمرو السوليه في هذه المباراة. من الناحية الهجومية بتلاقيه موجود، في الناحية الدفاعية بتلاقيه موجود. عمرو السوليه يظل دائما واحد من نجوم النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة. قبل بس ما اطلع اشوف تقرير عن عمرو السوليه، عايز اقول لحضراتكم ان النهارده بعد قليل هيكون معايا ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد،
النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن احمد بلال. هنتكلم معاهم في امور كثيره تخص القرعه والمجموعات المختلفه ومين هنا ومين هنا ورايهم مين المجموعه الاقوى ومين المجموعه الاقل. هنتكلم في كل ما يخص مجموعات دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا. ولكن قبل ما نتكلم في مع نجومنا الكبار ويشرفونا، هسيب حضراتكم مع تقرير عن واحد من نجوم النادي الاهلي وواحد من افضل اللاعبين في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، النجم عمرو السوليه. بعد كده ضيوفنا الكرام هيكونوا موجودين معانا على الهواء مباشره. نطلع نشوف هذا التقرير وفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا بيك يا كابتن. حضرتك المنور. الحمد لله حبيبي. الحمد لله. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ كابتن اسلام مبارك ايه كله تمام. النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ازيك يا نجم؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. كابتن ابراهيم، النهارده كانت بطوله او دوري المجموعات او قرعه دوري المجموعات في دور 16 لدوري ابطال افريقيا. المجموعه الاولى مازيمبي، وخلينا نتكلم عن مجموعه الاهلي في النهايه كويس، لكن انا عايز اتكلم على وجهه نظرك في المجموعات. ايه المجموعه الثقيله الخفيفه؟ هل شايفها مجموعات ايه وجهه نظرك؟ انا شايف ان كل المجاميع بتضم فرق كسبت البطوله. يعني المجموعه الاولانيه اللي فيها مازيمبي الكونغولي والزمالك، اذا كان الزمالك هيبقى موجود فالزمالك فايز 5 مرات بالبطوله، زيسكو دوت ما فاز ولا مره، واغوص انجولي ما فاز ولا مره، مازيمبي فاز 5 مرات. يعني في المجموعه دي فيها فرقتين، فرقه الزمالك وفرقه مازيمبي، على اعتبار ان الزمالك هو الاقرب، على اعتبار ان الزمالك هو اللي هيفوز. المجموعه الثانيه اللي فيها الاهلي، الاهلي عدد المرات الفوز 8 مرات، ودي ما حدش حصله فيها لغايه دلوقتي. النجم الساحلي التونسي فاز في 2007. الهلال وبلاتينيوم مستواهم في المجموعه الثالثه ومجموعه، يعني مستوى ثالث ومستوى رابع، يعني مجموعه فيها كل مجموعه فيها فرقتين كويسين. أيوة. يعني المجموعه الثالثه الوداد المغربي الانجولي فاز 2 مرات بالبطوله، وسان داونز الجنوب الافريقي فاز 2016، اتحاد العاصمه ما فازش، ولا بيتو اتلتيكو فاز ولا مره. المجموعه الرابعه هي الحقيقه من وجهه نظري انا اجمد مجموعه، الاربع فرق فازوا في البطوله دي كذا مره. أيوة. يعني الترجي التونسي فاز 4 مرات، الرجاء المغربي فاز 3 مرات، فيتا كلوب الكونغولي فاز سنه 73، زمان شويه انما فاز، شبيبه القبائل الجزائري فاز 2. فانا شايف ان المجاميع كلها متوازنه ما عدا المجموعه الرابعه بس هي اللي فيها 4 فرق فازوا بالبطوله اكثر من مره. لما نيجي نبص برضو على مجموعه الاهلي، خلينا نتكلم في مجموعه الاهلي. لا يعني مجموعه الاهلي هنتكلم عنها لوحدها. طيب. كابتن في النهايه. أوكي. لكن كابتن شريف، 4 مجموعات، مازيمبي والزمالك وواحد من الزمالك وجنراسيون، زيسكو اول اغسطس، مجموعه متوازنه لحد كبير. متقاربة جدا في المستوى، متقاربة جدا في الامكانيات. خلينا نقول ان احنا كلنا عارفين ان اي فريق بيبقى على ارضه غير لما بيبقى خارج ارضه. طبعا بنلاقي شكل تاني خالص، ان هو بيتعامل تبقى كل الاجواء في صالحه على ارضه، عشان كده بيقول لك الارض بتلعب مع صاحبها. ف بريمير اغسطس ادانا شكل السنة اللي فاتت قوي جدا، انه كان مرشح كمان ان هو بيوصل للادوار النهائية. دخل في التصفيات بقوه جدا، دخل في تصفيات متحدي، بيلعب بره ارضه احسن ما بيلعب جوه ارضه. فالظروف كمان يمكن في الشكل المره دي بالنسبه للبطولات كلها، الفرق كلها بقت كويسه جدا، يعني ما فيش حد حتى تقدر تقول عليه بقى فريق نص نص او ضعيف، انما في خبرات، في امكانيات، في مواقف كتير يتعرضوا لها، في امكانيات فلوس كمان في انديه كتير قوي بتقدر تستقدم لعيبه، تقدر تقف في عمليه التصفيات وتقدر ترشحهم دايما للنهائيات، على راسهم طبعا النادي الاهلي ونجم الساحلي والوداد. دول فرق، ثلاث فرق دول دايما بتبقى الحكايه محصوره في مين منهم اللي هيتوج في الاخر بالتوفيق. السنه اللي فاتت شفنا سان داونز، يعني سان داونز برده عمل شكل، انما انا شايف الحقيقه باستثناء مجموعه الوداد المغربي وسان داونز واتحاد العاصمه وبترو اتلتيكو الانجولي، اعتقد دي مجموعه شرسه شويه، يعني هيتقابل فيها. شايف ان المجموعه الثالثه اقوى من الرابعه؟ اقوى. الرابعه زيها برضو يا اسلام، يعني مش بعيد عنها يعني الحقيقه، انما الثالثه والرابعه دول مجموعتين الحقيقه
فيهم شغل الله يبارك فيها الله يبارك فيها فيهم شغل جنبين. شغل توفيق جامد جدا يعني في كل المباريات. اذا كان مش هتستغل على ارضك ازاي تسمح لنفسك يكون لك الافضليه هتتعب شويه في هذه المجموعتين يعني. تمام بلال برضه اخد وجهه نظرك في الاربع مجموعات. بص من وجهه نظري يا اسلام ان دي هي يعني اقوى بطوله على مر العشر سنوات اللي فاتت دي كلها. كل احنا دايما كنا بنشوف الثلاث او الخمس سنين اللي فاتوا الكونفدراليه بتضم بعض الانديه المتميزه وبعدين بطوله افريقيا بتضم بعض الانديه المتميزه كانت بتبقى متقسمه متقسمه فرقه هنا وفرقه هنا فبتبقى انت خلاص عارف واضح الملامح واضحه بالنسبه تبقى واضح مين اللي هيوصل النهائي هنا واضح خلاص واضحه من الا لو حصلت مفاجآت يعني. من البدايات يعني واضحه مين اللي هيوصل او انت بتحدد خلاص مين الاربعه اللي ممكن يروحوا للسيمي فاينل او حتى كمان ممكن الاثنين مين الاثنين ممكن يروح الفاينل سواء اذا كان في الكونفدراليه او في بطوله افريقيا. السنه دي مختلفه شويه. السنه دي كل الفرق القويه في افريقيا موجوده في البطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري موجوده كلها سواء كان المجموعه الاولى مع نادي الزمالك لو هيبقى موجود او الجنراسيون من فيهم او المجموعه الثانيه مع النادي الاهلي او المجموعه الثالثه مع الوداد والترجي. وانا بشوف ان الاربع مجموعات يا اسلام متميزين. الاربعه عندهم فرق مستوى عالي عندهم فرق عندها تجربه في البطولات الافريقيه ودي بتبقى مهمه جدا يا كابتن انك انت مين بيلعب معاك هل فرقه جديده عليك على البطوله الافريقيه. احنا دايما كنا بنشوف كل سنه سنتين بيخرج فرقه في افريقيا بتعمل ضجه حلوه كده شويه وبعدين بتختفي تاني. ال 16 فريق اللي موجودين قدامنا تمام باستثناء جنراسيو اللي هو صعد يعني او الزمالك اللي هو صعد وكسب الزمالك ده في حاله تغلبه على الزمالك يعني او الزمالك كان اقرب الزمالك يعني ده وضع طبيعي ده وضع طبيعي طبعا. فاحنا بنتكلم في 16 فرقه كلهم عندهم تجربه افريقيه اسلام يعني بص المجموعه الاولى مازيمبي عنده تجربه وخد البطوله. الزمالك عنده تجربه تجارب وخد البطوله. زيسكو عنده تجارب في بطوله افريقيا اذا كانت الانديه الابطال او حتى كمان زيسكو دايما اسمه متداول من الدور 16 ما بيخرجش صح. ما بيخرجش من الادوار الاقصائيه. اول اغسطس شفنا له الموسم اللي فات يمكن مباراته مع الترجي كانت رائعه جدا جدا وكان هو الاحق من وجهه نظر الشخصيه ان هو يصعد على حساب الترجي للفاينل ودي كانت مباراه رائعه جدا جدا جدا. اذا هو عنده تجربه عنده رجل قويه في بطوله افريقيا. المجموعه الثانيه الاهلي ونجم الساحلي الاثنين الاهلي فريق كبير هو الافضل في افريقيا على مستوى البطولات الافريقيه بشكل عام. النجم الساحلي صاحب بطولات وانجازات في البطوله الافريقيه. نتكلم في الهلال السوداني له ممارسات كثيره جدا في بطوله افريقيا وبلاتينيوم الزيمبابوي كان هو ده اللي ما عندوش خبرات كتير ولكن الفرق الافريقيه بتفاجئك في بعض الاحيان يعني فرقه لما توصل لدور ال 16 هي بتعد من افضل 16 فرقه في افريقيا مزبوط. ده معناه ان هي عندها اكيد لعيبه عندها تميز والفرقه الافريقيه زي ما قالوا الكباتن كابتن شريف لما بتلعب على ملعبك غير ما بتلعب بره ملعبك فانت النهارده عندك ادفانتج بالنسبه لكل الفرق الافريقيه. المجموعه الثالثه الوداد فرقه حصلت على البطوله في السنوات الاخيره. سان داونز فرقه من الفرق الكبيره اللي ليها تاريخ برضه في بطوله افريقيا وحصلت على البطوله قبل كده. واتحاد العاصمه وبترو اتلتيكو برضه عندهم تجارب كبيره وحتى كمان المجموعه الرابعه اللي هي من اصعب المجموعات اللي موجوده انا بشوفها يعني سواء كان هي او الثالثه برضه دول الترجي والرجاء المغربي وفيتا كلاب وشبيبة الجزائر. فانت النهارده ما تقدرش تتوقع ما بقاش عندك توقعات. انت في البطوله دي يا اسلام الوحيده اللي ممكن يبقى عندك امنيات فقط لا غير. بتتمنى مين اللي يصعد للدور النهائي بتتمنى انك تقابل مين الاسهل ولا الاصعب. هي دي بس الحته بتاعه الفرق ال 16 فرقه اللي موجودين بتوع البطوله الافريقيه. تمام كابتن ابراهيم برضو خلينا نتكلم عن المجموعه الاولى. المجموعه الاولى زي ما كابتن بلال اوضح قال ان وحضرتك قلت برضو ان خمسه مازيمبي ونادي الزمالك فاز بالبطوله خمس مرات زيسكو اول اغسطس. ولكن هل المباراه الاولى بتفرق بمعنى ان انا العب مبارياتي الاولى خارج ارضي تفرق عن ان انا العبها في ارضي؟ في ناس في مدارس تقول لك ان لما العب مباراه الاولى خارج ارضي بتبقى بالنسبه لي افضل كتير قوي. هي مدارس يعني في مدارس بتقول لك لا انا العب بره ارضي بطريقه دفاعيه عشان بعد كده في ملعبي اقدر انفذ الشق الهجومي واكسب. المدارس دي اختفت يعني انا بقول الفرقه اللي باصه للبطوله بتلعب بره ارضها مع تحفظ دفاعي قليل قوي انما بتلعب بره ارضها بنفس الطريقه الهجوميه لازم يبقى عندها انياب هجوميه في خارج ارضك عشان اولا ما حدش يقدر يلعب دفاع 90 دقيقة يا اسلام. لو انت لعبت دفاع 90 دقيقة لعبتك مش هتستحمل تحملات السرعة اللي بي 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 يعني انت بتعمل ضغط دفاعي
في ثلث ملعبك او في نص ملعبك، بتعمل تحملات سرعه كتيره، خمس خطوات خمس خطوات، مفيش لعيب يستحمل التحملات السرعه دي 90 دقيقه. ايوه، فيبقى لازم تعملها الشق الهجومي يبقى موجود عندك مع تحفظ دفاعي. يعني في ناس بتدي لها واجبات دفاعيه اكتر لما يكون في بتلعب ملعب الخصم، بتدي لها واجبات دفاعيه اكتر عشان يبقى مرماك ما يصابش باكتر من هدف. ايوه، انما لازم تلعب بطريقه هجوميه، لان انت لو جبت جون في ملعب الخصم في ملعب الخصم هتفرق معاك كتير قوي لما تلعب في ملعبك. فالمدارس اختلفت دلوقتي، ومع تطور الكره الافريقيه، مع تطور الكره الافريقيه لازم تلعب في بره ملعبك في شق هجومي مطلوب منك ان انت تلعب برضه مع الاجنبي، لان انت لو لعبت بطريقه دفاعيه مع قوه الاجسام الافريقيه والسرعات وبيستخدموا الكرات الجانبيه مع طول الفرع ممكن يؤذوك جدا لو لعبت طريقه دفاعيه. لازم تضغطهم على الاقل من بعد ثلث الملعب. يبقى اختلفت المدارس. انا شايف ان انت بتلعب بره ارضك الاول، بتلعب جوه ارضك الاول. بره ارضك بتعمل تحفظ دفاعي شويه، انما جوه ارضك بتزود الناحيه الهجوميه وبتدي واجبات هجوميه اكتر سواء للمدافعين او الناس اللي بيلعبوا خط النص او الناس المهاجمين. يعني كابتن شريف، هل وجود الانديه العربيه اللي هو شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، شمال افريقيا، هل بتعتبره افضل مع النادي الاهلي، ولا بتشوف ان لا انديه شمال افريقيا لازم نبعد عنها؟ والله في البدايات يعني بشكل عام في البدايات طبعا افضل من حيث الاجواء اللي هناك، من حيث الملاعب، انما مش افضل من حيث الجماهير هناك، ليها شكل حضور جامد جدا، وبنسميه اجريسيف، يعني بيخليك دايما ناقص وانت بتلعبه، بتحاول زي ما بيقول الكابتن ابراهيم هنا اللي هو شمال افريقيا. شمال افريقيا دايما بيخليك تعمل له حسابات. الفرق الثانيه اللي احنا بنلعبها في افريقيا ارضيات ملعبها ما بتبقاش كويسه، الجو كمان احنا داخلين على الشتاء، المطر والحاجات دي ما اعرفش، هتبقى ظروف اقوى من ظروف امكانيات شمال افريقيا. انما شمال افريقيا يتمتعوا الحقيقه بامكانيات كبيره جدا، لان هم قريبين قوي من اوروبا، يعني يعدوا البحر بس يبقوا في اسبانيا، يبقوا في مارسيليا، يبقوا في اي حته من الفرق اللي هي دايما عينيهم عليها. يعني في كذا دلوقتي مراحل كبيره قوي من شمال افريقيا بيلعبوا محترفين بره، يعني واسلوب لعبهم خلاص يعني بقى محفوظ، بيلعبوا زينا كده، بيلعبوا، ما شفتش انا فرقه جزائريه مغربيه بتلعب دفاعيه الا اذا انت السيستم بتاعك فرض عليهم ان هم يضطروا ان هم يلعبوك دفاعا يعني. فما افتكرش ان احنا طبعا بنتمنى ان احنا نقع في الفرق الافريقيه الشمال، غير بيبقى في النهائيات، وده بيبقى حظنا دايما. يبقى الوداد يا مع الترجي زي ما احنا شفنا قبل كده، بيبقى عندنا احنا كمان رؤيه بنبقى شفناهم. الكابتن ريم بيتكلم على حكايه اللي انت بتقولها له، على الاول نلعب بره ولا نلعب جوه، هي بقت ذا سيم. بس انا بلعب جوه يا كابتن ريم، واخد الثلاث نقاط الاولانيين بيدوني دفعه وبيخلوني ابقى واخد نفس شويه لما بروح بره ببقى بواقف، عندي امتياز ان انا اجيب جول يا كابتن ريم بره زي ما انت بتقول، ويبقى عندي انا هنا سهله، حكايه سهله دي بقى في الادوار اللي بعد كده، انما الادوار اللي انا بلم فيها نقاط اتمنى ان انا العب على ارضي بقى مع شمال افريقيا، مع افريقيا نفسها، مع اي حد، يبقى لي انا وجود الشكل اللي هو فوق على طول، يعني انا اول مجموعه على طول، عشان برضو ابقى قابل في المجموعات الثانيه. كل ما انا ماشي كده بالشكل اللي احنا ابتدينا بيه دور 64 ودور 32، شكل يخض برضو الناس، يعني مش سهل. في فرق كمان زينا عملت انجازات كبيره قوي، في فرقه اتغلبت 11، الحاجات دي بتخلي اللي قدامك يعدل شويه من طريقه لعبه، ما يبقاش مجازف او هو بيلعبك، عندك سمعتك هي اللي بتبقى عندك، ده ما عندك سيستم ان انت تلعب بره زي جوه، بس الظروف والاجواء هي اللي بتتحكم فيك. انا ما زلت بعتبر ان كل ما بكسب في المجموعات نقاط بدري دي خلص المجموعه بدري احسن لنا. احنا فاكر السنه اللي فاتت واللي قبلها وصلنا يا كابتن مريم لنقطه، كنا نعمل الكامباك، يعني كنا بنتغلب بره وبنكسب عندنا في ارضنا، بعدين نتغلب بره، كنا بنتغلب بره على طول. فما دلوقتي انا لما اخد ثلاث نقاط وبعدين اخد من هنا بونت او اكسب الثلاث نقاط ثاني ابقى ست نقاط، يبقى خلاص حسمت الامور دي. هي برضه بتفرق يا كابتن شريف بمجموعه اللعيبه اللي عندك، الامكانيات بتاعه اللعيبه اللي عندك ويحققوا لك الهدف من المباراه سواء خارج الارض او داخل الارض. لو عندك مجموعه اللعيبه اللي بتقدر تنفذ لك الواجبات الهجوميه والواجبات الدفاعيه بحيث يقدروا يرجعوا للدفاع في ملعب الخصم،
ممكن جدا تلعب بايا زي ما بتلعب جوه لو عندك الادوات واللعيب. وانا شايف لو اتكلمنا بقى عن الاهلي لا انا بتكلم عموما انا بتكلم جنرال لان كابتن اسلام احنا بنتكلم لسه جنرال ما دخلناش لسه في مجموعه الاهلي. هتكلم عن نفسي انا كجنرال. وعن فرقتي انا لا كجنرال احنا بنتكلم الحمد لله عندي الامكانيات ان انا العب بره زي جوه زي سيستم زي اوامر ان انا اقتنص الثلاث نقاط من اي حد بس بقى عندي الشكل الاجريسيف اللي انا بتكلم عنه الجماهيري بتاع شمال افريقيا لا انا عندي الاجريسيف بقى بتاع اللعيبه وشكل النادي الاهلي السنه دي يعني. كابتن بلال هل النادي الاهلي سيفكر حاليا احنا عندنا فتره توقف هتمتد لغايه يوم 19 اكتوبر اول مباراه للنادي الاهلي هتبقى يوم 29 او 30 نوفمبر وبالتالي عندنا فتره توقف. هل من ضمن اهداف هذه الفتره او من ضمن وفايلر قاعد بيفكر من دلوقتي لليوم 30 طبعا في القادم وكله دوري وكذا 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 ولكن بما اننا نتكلم النهارده عن البطولات الافريقيه سيكون هناك تفكير خلال الفتره القادمه او خلال هذه الفتره فتره التوقف في المباريات الافريقيه ولا سيظل دائما بينظر الى الدوري العام فقط؟ بص خليني يعني اقول لك الحقيقه والواقع يعني الحقيقه ان هو مستقبل برضه نوفمبر فيه توقفات كتير اكيد بس انا هقول لك حاجتين يعني الحقيقه والواقع. الحقيقه ان انت تعاقدت مع المدير الفني من اجل افريقيا لان انت بكل بساطه بطوله الدوري العام بالنسبه لك هي بطوله يعني مش عايز اقول تحصيل حاصل ولكنها بطوله يعني في موجوده في الايدي تمام بتحصل عليها مع كل المديرين الفنيين باستثناء في بعض يعني في قليل من الفترات يعني. فانت بطوله الدوري العام بالنسبه لك بطوله قويه جدا وبتعدلها وبتركز لها وبتشتغل عليها وده وضع طبيعي مع كل الانديه ولكن البطوله الاهم بالنسبه لك هي برضو مش تحصيل يعني لا مش تحصيل حاصل انا بقول بتعد وبتشتغل وماشي بشكل جيد ولكن انت دايما الفرق الكبيره يا اسلام ما اعرفش تتفق او تختلف معايا الهدف بتاعها بيبقى دايما الاهداف بتاعتها بتبقى دايما ملهاش حدود تمام يعني الاهلي عايز بطوله الدوري العام ولكن هو مش هيتوقف عند بطوله الدوري العام. لا ناس بتقول لي على مباراه اعتقد الانتاج الحربي كان لينا ضرب الجزاء قال لي ما انتوا كسبتوا اربعه يا عم اسكت ما تقعدش تتكلم بقى. قلت له لا احنا عايزين نكسب خمسه صحيح عايزين نكسب سته عايزين نكسب 10 مش الانتاج لكن انا بتكلم بشكل عام بشكل اي مباراه يعني مش مباراه الانتاج تحديدا لكن انا اللي قال لي الكلام ده طبعا من لا يشجع النادي الاهلي ولكن يا عم ما تسكت بقى ما انت خلاص يعني الموضوع انتهى ما انت كسبان اربعه وخدت الثلاث نقط وشكلكوا حلو وبتاع يعني انت فاهم اللي هو الكلام ده. قلت له لا احنا عايزين نكسب خمسه وسته وسبعه وثمانيه نفس الكلام نفس المنطق هو ده منطق الانديه الكبيره يعني انت بتدور على ما هو افضل انت خلاص البطوله المفضله او المحبذه او اللي تحت ايديك او اللي بتشتغل عليها بطوله الدوري العام وبتشتغل عليها بشكل جيد وبتحاول بقدر الامكان انك تحصل عليها في كل المواسم تمام الا يعني ما نقدر يعني فانت بتدور على الاقوى بعد كده اقوى هي بطوله افريقيا وده وضع طبيعي في كل العالم انت اي الدوري في العالم كله في اي دوله الناس بتشتغل عليه بشكل كويس لكن هو بيبص على دايما على الشامبيونز ليج هو دايما كل البطولات ودي البطولات القاريه اللي بتحسب لك خارجيا مش داخليا يعني انت لما بتقيم بتودي كاس العالم انت لما بتقيم النادي الاهلي النهارده بتقيمه عالميا بتقول الاهلي عنده 20 بطوله دوليه او عالميه فبالتالي انت رصيدك في الانديه فوق هناك بيطلع بيزيد بيعلى عشان انت عندك بطولات عالميه بطولات قاريه تشتغل عليها بشكل كويس فالنهارده تركيز المدير الفني بشكل كبير هو عارف ان بطوله الدوري دي مطلوبه بشكل كبير جدا ولا غنى عنها وهيشتغل عليها اوريدي وشغال عليها بالزبط. من دلوقتي لحد نهايه الموسم ولكن عارف ان في بطوله اصعب منها بكتير هي بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري احنا شغالين فيها للتشامبيونز ليج هو اكيد بكل ما اوتي من قوه يسعى ان هو ياخد البطوله دي انت الانتدابات اللي عندك اللي اشتغلت عليها السنه دي والسنه اللي فاتت عشان المحصله ان يكون عندك بطوله دوري عام ويكون عندك بطوله افريقيا انت بتشتغل على كده انت بتشتغلش على بطوله محليه فقط لا غير انت كنادي اهلي بتشتغل على بطوله محليه وبطوله قاريه بتحاول بقدر امكانك تشتغل على الحته دي عندك منافسين كتير في الساحه عندك الترجي التونسي عندك الوداد المغربي عندك النجم الساحلي عندك مازيمبي الكونغولي عندك فرق ليها باع كبير في الوقت الاخير في البطولات من ساعه ما النادي الاهلي يعني من 2013 والانديه دي اللي بتحصل على البطولات وانت كنت الاقرب في وقت من الاوقات او في اوقات كتيره جدا للحصول انت لعبت ثلاثة فاينل افريقيا ما خدتش ولا واحده ودي نادرا ما بتحصل مع النادي الاهلي يعني انت كان دايما تلعب نهائي بطوله اللي بعديها بتاخدها لكن ما حصلش عدم توفيق سوء اداره تحكيم سوء ظروف ارض او ما الى ذلك لكن في النهايه انت ما حصلتش على البطوله بالزبط. فانت التارجت بتاعك هو قريب مش بعيد قريب لانك انت وصلت ثلاثة فاينل في اخر اربع مواسم بتلعب ثلاثة فاينل افريقيا فانت التارجت بتاعك مش بعيد قريب
ولكن انت عايز تشتغل عليه كويس قوي. فاعتقد ان فايلر هو مؤهل او بيأهل نفسه في الوقت الحالي ان ازاي هيشتغل في افريقيا، خاصه ما اشتغلش فيه قبل كده، ما يعرفش الاجواء في افريقيا عامله ازاي، ما يعرفش طبيعه البلد. وعندنا يمكن يعني فرصه السنه دي في دوري المجموعات افضل من السنوات اللي فاتت. انت عندك فرقتين قريبين منك في الزمن، يعني النهارده عندك هتلاعب فرقه من تونس وهتلاعب فرقه من السودان، فانت عندك حته الطيران مش كتير، يعني مش هتروح بقى تروح كينيا وبعدين تعمل ترانزيت 8 ساعات وبعدين ترجع زي ما كنا بنعمل زمان. النهارده الامور بقت اسهل بكتير جدا. فالنهارده ده حظ يعني، قرعه يعني، هي قرعه طبعا، حظ النادي اللي هي بتتعمل. انت عارف القرعه بتتعمل ازاي؟ ايوه عشان محدش عارف يعني. عشان محدش يقول لك احنا مختارين. لا انا اتفرجت عليها كلها. ده احمد حسن في حته يعني بيطلع حاجه، وهناك شادي بيحضر في لا حاجه. لا عشان ما يقولش انها اتعملت لنا. لا 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 الراجل واقف. محمد شوقي، محمد شوقي بيطلع من حته وده بيطلع، يعني العمليه فيها يعني خالص يعني اكيد حاجه مقصوده. خد بالك كابتن، الفرقه كلها صعبه. لو بعدين اللي بيضيعوا على الطول ما بيضيعوش على قرعه ولا بيضيعوش على حاجه، بيضيعوا على اي فرقه على ظروف المجموعه. بص يعني انا بتكلم على ظروف مدير فني فقط لا غير، مش بتكلم على ظروف النادي الاهلي. هي بتحطه ان كل الامور بالنسبه له صعبه جدا، لان الفرقه كلها بتبقى تحدي مع النادي الاهلي. صح. انت النهارده لما بتلعب النادي حتى لو ما بتلعبش على بطوله، فانت اوريدي بتلعب النادي الاهلي نفسه هو بطوله بالنسبه لك. النهارده مكسب النادي الاهلي لاي فرق، لاي فرقه من الموجودين دول على الساحه او الموجودين في المجموعه، لما يكسب النادي الاهلي ده في حد ذاتها هي بطوله للفرقه نفسها. صح. موجوده في تتحط في السي في. لكن انت بتدور على ما هو اصعب، انت بتدور على الفاينل، انت بتدور على النهائي، انت بتدور على مجهود بتبذله، ست مباريات في دور المجموعات، بعد كده بتلعب دور الثمانيه، بعد كده سيمي فاينل، بعد كده فاينل. ولو خسرت الفاينل انت بترجع حزين، بتقول لا انت مش مقدارك انك بس تلعب سيمي فاينل. دايما بيبقى في ظروف، دايما بتبقى في ظروف بتخسرك الفاينل يعني. بغض النظر يا كابتن، ولكن احنا ممكن نبقى فاكرين جمهور الاهلي فاكر، لكن بقيه التاريخ حتى بقى ان شاء الله. عشان كده بلال بيتكلم السنه دي باذن الله فيها شكل تاني، ليها توضيب تاني. لا طبعا خلي بال حضرتك برضو فيها دراسه يا كابتن كمان لكل الفرق اسلام. يعني طبعًا انت النهارده هتبتدي تدرس الفرقه دي وهي بتلعب في البطولات المحليه وهي كمان حتى بتلعب في البطولات الافريقيه. ايوه، ولكن برضو مهم جدا ان حضراتكم تعرفوا ان البطوله صعبه جدا السنه دي او كل حاجه. النادي الاهلي هيبذل اقصى مجهود، ده اللي احنا متاكدين منه، هو ده اللي احنا ده اللي نقدر نقوله. لكن نقدر نقول ان النادي الاهلي المرشح الاول لهذه البطوله، النادي الاهلي الاقرب للفوز بهذه البطوله، مش كلامي ولا كلام الكباتن، ده كلام الناس كلها اللي كانوا موجودين النهارده في القرعه. النادي الاهلي هو الاقرب وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهايه كره قدم، كره القدم فيها الكثير. ما تعرفش ظروفك ايه كمان لغايه ما توصل للفاينل. 10 فرق من ال 16 فرقه كسبانين بطوله، 10 فرق، يعني دي من اقوى البطولات الافريقيه على مدار الاعوام السابقه. 10 فرق واخدين البطوله ومستواهم ارتفاع. وبعدين يعني انت ما تعرفش الفرقه دي دلوقتي مستواها ايه، فيها في فرق مجهوله بالنسبه لك، في فرق ال 10 فرق دول اللي انت يعني معلومه بالنسبه لك، انما بقيه الفرق اللي سواء في المجموعات المختلفه انت ما تعرفش عنهم حاجه. ممكن يكون مستواهم بقى مرتفع دلوقتي واكيد مستواهم مرتفع، والا ما كانوش دخلوا دوري المجموعات. يعني الفرق الافريقيه عندهم حاله غريبه كده، ان دايما يا اسلام الفرقه بتاعتهم متغيره على طول. فاكر ان ينبه يعني بلال ان ينبه كابتن شريف كابتن ابراهيم، هتكلم على حاجه في عصرنا يعني دلوقتي اليومين دول، مش اليومين دول يعني من 10 15 سنه، انيمبا خد بطوله افريقيا مرتين ورا بعض. صح. وبعد كده فين انيمبا؟ بيطلع من دور ال 64 او من دور ال 32 بقى له فتره، مش اليومين دول بس. يعني هو خد اعتقد 2002 و2003، مش فاكر يعني بالظبط امتى، ولكن في النهايه ان زي ما بلال بيقول كده كابتن شريف، في تغيرات كثيره جدا بتحصل في كره القدم الافريقيه. كابتن اسلام، لما البطل بيغيب بتبقى في فرصه لاي حد خلاص ان هو يقتنص الفرصه دي، هو على حسب زي ما بيقول كابتن ابراهيم امكانياته ايه ساعتها، استقدامه زي ما انت بتقول. نيميا كان عندها لعيبه شكل بطوله. سان داونز لما تعاملوا معانا السنه اللي فاتت كان شكلهم شكل بطوله، انما برضه حصلت ظروف وكان خرجوا من الدور اللي بعده وما قدروش يكملوا. لما في فرق بتبقى بتستفيد حظها كده على حساب الترجي، على حساب الوداد، على حساب الاهلي. ما بين الاهلي والوداد والترجي جرى لهم حاجه في القصه في المشوار، اتعطلت الدنيا، اصابات، ايقافات، اي حاجه بتخلي الدنيا. فالفرق دي هي اللي بيجي لها الحظ ان هي تبقى موجوده، انما هي انها تبقى موجوده مرتين برضو دي بتبقى علامه بقى تتبقى. بعد كده لا، بعد كده ما بتبقاش، بعد كده بتبقى موجوده. ياخدوها مرتين دي عمليه مش سهله يعني. ما زيمبي برضو ما خدت البطوله تقريبا مرتين ورا بعض تقريبا يعني. بس خمس مرات اعتقد. هي ستيل دلوقتي كمان شغاله، لكن مش بنفس الكيفيه ومش بنفس الطريقه ومش بنفس الشكل اللي حصلوا عليه في البطولات. انت كل اللي بص خد بالك، كل سنتين ثلاثه تجي لك فرقه من افريقيا عندها امكانيات كبيره جدا، تبتدي تسطو، تبقى عندها تجهيز كويس،
توصل مثلا لسيمي فاينل توصل فاينل بعد كده سنتين ثلاثه بترجع تختفي تاني. لان خد بالك انت حتى بص كمان اول اغسطس هتلاقي اللعيبه غير اللعيبه اللي فاتت، لان هم هناك بيشتغلوا انك دايما عايز استثمر عايز فلوس، يعني هو بيحضر فرقه كويسه كابتن طبعا بيبيع، فما عندوش حته الاستقرار دي بشكل كبير زي مثلا زي الترجي. النهارده الترجي باع لعيب او اثنين بالكثير جدا من الفرقه اللي عنده. الوداد نفس الموضوع، باع لعيب او اثنين بس يا اسلام. فالفرقه النهارده بقت تستعد استعداد مختلف عن زمان. زمان الفرقه العربيه كمان يعني الترجي ده مثلا تلعب سنه كابتن، السنه اللي بعديها تلاقي اربع خمسه مش موجودين. الوداد نفس الموضوع، اربع خمسه مش موجودين اتباعوا. النهارده يا كابتن لا، لعيب كتير اثنين ماكسيموم. والحاله الاقتصاديه بتفرق كتير قوي مع الانديه دلوقتي كلها. هي حتى في اقتصاديه كويسه مسؤوليه تجيب ناس ليها امكانيات. مسؤوليه اللجان الفنيه بقى، اذا كان في لجان فنيه زي ما عندنا في النادي الاهلي، مسؤوليه انهم يعملوا يعني الناس اللي هتمشي تجيب بدلهم في نفس المستوى او احسن. وده تقريبا اللي حاصل السنه دي في النادي الاهلي. المجموعه اللي جت الحقيقه هو التفكير زي ما بنتكلم في الدوري وبطوله افريقيا في الاستعدادات كلها، اعتقد انها كل اللي بيحصل الحقيقه مواكب ان شاء الله لحاله ناجحه باذن الله. تمام، خلينا برضو كابتن ابراهيم نروح او نطلع نشوف التقرير الاول. كابتن سيد عبد الحفيظ ماذا قال بعد اجراء قرعه كاس او دوري ابطال افريقيا دور ال 16 دوري المجموعات؟ نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. في البدايه طبعا انت بتتكلم على دوري ابطال افريقيا، فوضع طبيعي ان انت يبقى عندك 16 فرقه بطل في دورياتها او بلادها. يعني التصنيف معروف سواء كان الاول او ثاني او ثالث او رابع، فهذا طبيعي ان انت بتبقى عارف واحده من اربعه من كل تصنيف، يعني واحده من التصنيف الثاني من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الثالث من اصل اربعه، وواحده من التصنيف الرابع من اصل اربعه. كان يهمنا بس المسميات يعني، لكن في النهايه رايي النهائي يعني في المجموعه ان هي متوازنه الى حد كبير، مقبوله الى حد كبير جدا يعني. طبعا البطوله الاقوى على مستوى القاري، فوضع طبيعي تاخد الاهتمام الاكبر على كل المتابعين او المسؤولين في القاره يعني. لكن خلينا نتكلم بشيء من المنطق والعقل والواقعيه، يعني انت عندك لسه بدري جدا على المباراه الاولى اللي هتبقى في سوسه مع النجم الساحلي، يعني هم برضو حاطين التصنيف اول مع التصنيف الثاني في اولى المواجهات يعني. فخلينا ننتظر شويه، استعدادنا ليها هيبقى موجود بالتاكيد، لكن لسه عندنا وقت كبير جدا. النهارده بتتكلم في 9 اكتوبر، لسه عندنا حوالي 50 يوم، يعني اول مباراه كان هتبقى يوم 29 او 30 نوفمبر، فلسه عندي 50 يوم يعني. مهم قوي ان احنا يعني ناخد هدنه شويه في التفكير، لكن عندنا مباراه دوري تاخد اولويات افريقيا في الوقت الحالي، اولويات المرحله في الوقت الحالي، وبعدين لما تيجي البطوله الافريقيه باذن الله في وقتها يعني اكيد هنستعد لها بشكل جامد. لكن كان يهمنا ان احنا نعرف نسكن بس الفرق اللي معانا عشان نبدا نحضر يعني حاجات ليهم او اشياء او مباريات تخصهم او اهم المعلومات اللي بيحتاجها المدير الفني رينيه او الجهاز الفني بشكل عام. يعني احنا طبعا حاطين قائمه افريقيه، لكن انا بتكلم كمان على ترتيب الفرق ديت او الاستعداد ليها من خلال مشاهده اكبر لعدد المباريات بالنسبه لهم، التفاصيل اللي عندهم، المعلومات اللي ممكن نلمها او نعرفها يعني. طبعا يمكن باستثناء بلاتينيوم اللي هي يعني من فتره طويله قوي ما اعتقدش ان احنا وقعنا معاها خالص يعني، الا لم تخن الذاكره، في ممكن مره ممكن لكن مش كتير يعني. زيمبابوي، عندك الهلال السوداني، فرقه طبعا عندها قدر كبير جدا من البطولات على مستوى السوداني، النجم الساحلي ومشواره في البطولات الافريقيه، وفرقه من الفرق اللي عندها خبرات عاليه جدا في المشوار الافريقي يعني، كلها فرق التصنيف الثاني او الثالث اللي فيها النجم الساحلي او الهلال عندهم خبرات افريقيه عاليه جدا يعني. كمان انا بقتنع جدا يعني على مستوى شخصي ان ممكن فرقه تفاجئك بحاله فرقه او مجموعه في دوري الابطال يعني. خلينا نستعد بشكل كويس وخلينا نحضر بشكل كويس، لكن في وقتها يعني على ما تيجي البطوله يبقى احنا برضو لمينا اكبر عدد او اكبر قدر من المعلومات اللي يفيد الجهاز الفني يعني. مش عايز اقول بقول ايه للنادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بشكل خاص يعني، جمهور النادي الاهلي عارف يعني دوره كويس قوي قوي يعني. دي بطوله احنا بنحبها جدا وغايب عننا بقى لها فتره، اعتقد ان كل واحد في المنظومه ككل مش الجمهور بس عارف دوره. ان شاء الله الرحمن ربنا يوفقنا فيها باذن الله تعالى، ونقدر ان احنا باذن الله نحرز اللقب التاسع باذن الله. طيب
كابتن ابراهيم ابدا بحضرتك والمجموعه الثانيه، النادي الاهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينم من زيمبابوي. هذه المجموعه تبدو مجموعه جيده، ولكن كابتن شريف قال، الكابتن بلال قال ان هي لا مش 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 سهله زي ما مفيش حاجه اسمها سهله. لا مفيش حاجه اسمها سهله، ما انت لازم تعمل حساب الخصم وتعمل تحضر كل قوتك سواء النجم الساحلي او الهلال، لازم تبقى مستعد ليهم اكبر استعداد. احنا لعبنا النجم الساحلي 11 مره، كسبنا 3 مرات وهو ارقام متقاربه جدا، وهو فاز 3 مرات وتعادلنا 5 مرات. بس انا عايز اقول ايه، اتفضل. المجموعه اللي موجوده دلوقتي، مجموعه اللعيبه والجهاز الفني والاداري اللي موجودين في النادي الاهلي دلوقتي، المجموعه يعني ما بعيبش في المجموعات السابقه، كل ناس في سنين تواجدهم في النادي كانوا بيحققوا بطولات قويه جدا ولا نستهين بيها، انما المجموعه قويه جدا، مجموعه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي قويه جدا وبيأدوا اداء في الدوري المحلي اداء اكثر من رائع، حتى ماتشات افريقيا ادوها بمستوى اكثر من رائع، في نضج فني وتكتيكي عند اللعيبه اكثر من المعتاد، بيلعبوا بطريقه جيده جدا، بيحتلوا المراكز، مفيش تقيد بالمراكز، فالمجموعه اللي موجوده بتشجعنا ان احنا نقول ان احنا لا ان احنا ان شاء الله باذن الله اي فرقه هنقابلها، النجم الساحلي، الهلال، بلاتينيوم، اي فرقه ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا ان شاء الله نكسبهم في ملعبهم، نكسبهم في ملعبنا باذن الله يعني. تمام. ما اعرفش يا كابتن، انا برضو يعني باخد كلام الكابتن ابراهيم، بس انا كلام مقنع جدا وكلام محترم جدا، ولكن في النهايه انت بتلاعب بطل تونس، بتلاعب بطل السودان، بتلاعب بطل زيمبابوي، وبالتالي هناك العديد من المباريات الصعبه جدا على ارضك وبره ارضك. هو كابتن ابراهيم قال كلمه ان انت تملك السنه دي وجه قوي بجهاز فني قوي، الحقيقه قدر يطلع كل لعيبه، هو الشكل احترافي. انت المره دي الحقيقه واحنا كنا قلقانين دايما، عايزين ان كل حاجه احنا بنعملها بتبقى صح، اختياراتنا المدربين صح، اختياراتنا اللعيبه صح، العمليه كملت الحمد لله، ان احنا الفتره اللي فاتت دي فتره وضحت لنا ووضحت للناس كلها ان احنا ماشيين صح. عشان تكمل الحكايه بقى بشكل احترافي اللي احنا حضرتك بتتكلم عنه ده، انك انت يبقى ليك انياب في اي حته بتروح تلعبها، لازم تكسب، لازم يكون ليك شكل في الملاعب دي. ننسى بقى ان احنا بنلعب بره، طب ناخد نقطه وبعدين نرجع، فيطلع فرقه من التانيين صغيرين يبقى معاهم 3 نقاط، فتلاقيها نخش في دوشه ملاجع. انت يعني نتمنى ان احنا نثبت الامكانيه والسيستم اللي احنا بنلعب بيه الاحترافي اللي احنا فيه دلوقتي، هو ده اللي هيقدر حتى واحنا رايحين بيقلق الخصم. يعني النادي الاهلي جاي يلعبنا، النادي الاهلي مش شكل النادي الاهلي احنا بنتفرج عليه الفتره دي، كسبان فرقه جايب فيهم كام جول؟ 19 جول يعني في الدورين الافريقيين الاولين 19 جول، وفي الدوري العام بتاعته جايب 10 لحد دلوقتي، يعني لغايه ما نروح باذن الله يبقى في عدد اكبر 10 اهداف. يعني في شكل وواجهه للخصم كمان اهتز، في شكل بقى واسلوب للعب ويوم المباراه، ده اللي بيبقى احنا بنيجي نقعد هنا في الاستوديو ونتكلم ونتمنى ان رمضان يبقى في حالته، نتمنى ان صانع الالعاب يبقى في حالته، نتمنى احنا بنلعب كره هجوميه دايما موجودين في خط ال 18 بتاع ايام لغايه لما نروح لغايه هناك، بنتمنى ان كل اللعيبه تبقى في الحاله اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي بنتمناها اسلام وبلال وكل مصر كلها بتتمنى لاي فرقه حتى نادي الزمالك لما بيكون موجود في هذا الشكل وفي هذا المكان في مباراه زي دي، ان هو يكون مستعد تماما ويكون عنده الفكر اللي هو زي ما احنا بنتكلم، مش شايف غير الكاس، مش شايف غير البطوله. فانا مش شايف غير ده، يعني هنزل العب بكل قوتي، هنزل العب اكن كل ماتش بلعبه هو الفاينل. فمبادئ كتير لعيبه عارفاها على فكره وخضت فيها وكل الدنيا عارفاها، ان سكه البطوله سكه اللي هي صعبة العطاء صعبة. يعني العطاء نعم. الجامد قوي، وان انا جاهز نفسي قبل المباراه الحقيقه مش يوم المباراه، يعني انا قبل المباراه لازم باسبوع 10 ايام بتاع فرقه النجم الساحلي دي، الجهاز الفني والاداره والناس اللي بتسافر تروح تعاين اللعيبه هتستريح ازاي وتعمل ازاي ونوفر لهم كل حاجه، اللعيبه نفسها لازم تلم نفسها، حكايه اليوم الواحد وحكايه المعسكرات ان خلاص انك انت ان شاء الله يكون ليك الحظ وبتكسب اول مباراه في بطوله افريقيا بترفع العالم بقى خلاص. انا السنه دي ليا شكل، عايز اخد حقي، عايز حقي من البطولتين اللي كانوا في ايدي قبل كده واتسرقوا مني باي سبب، مش هنتكلم طبعا الاسباب الدنيا كلها عارفه. فبتمنى ان يكون الشكل الاحترافي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده يكمل في بطوله افريقيا لغايه ان شاء الله في نوفمبر ابتدي ما نلعب يعني. كابتن بلال، النجم الساحلي بطل تونس، ولكن ايضا الهلال
بطل السودان، النادي الأكثر جماهيريا أو من أكثر الأندية جماهيريا في السودان، والنادي الأكبر في أو من الأندية الكبيرة في السودان. الواحد بقى بيخفي والله، الواحد يقول حاجة تبقى تطلع، لكن طبعا كل أصدقائنا السودانيين عارفين يعني إن احنا لا نقصد شيء، كلهم إخواتنا وكلهم أصدقائنا. النادي الهلال أيضا له ثقل كبير جدا في السودان. أكيد طبعا، يعني مش بس النجم زي ما قلت إسلام، الفكرة كلها إنك أنت في بطولة أفريقيا مختلف شويتين ثلاثة، لأن أنت بتلاعب أبطال زيك، ممكن ما يكونش في حجمك يا كابتن في الإمكانيات والقدرات، ولكن هم برضو أبطال. يعني أنت بتلاعب ناس على نفس الليفل. النهارده مثلا بطولة أوروبا مانشستر لما بيلعب فرقة من نص الدوري غير لما بيجي يلعب مثلا فرقة بطل مثلا أو ثالث أو ثاني إيطاليا، فرقة نابولي مثلا أو أي فرقة من الفرق دي، فالمقاييس مختلفة شوية، الامور مختلفه، ما بتقاسش بنفس المقياس اللي بتلعب بيه الدوريات المحليه. بتلعب فرقه عندها استعدادات، عندها امكانيات، ما فيش فرقه وصلت دور 16 مظبوط من الفرقه اللي موجوده الا وعندها امكانيات ماديه وعندها امكانيات لعيبه وعندها مدربين اكيد على مستوى عالي جيد. الهلال فرقه كويسه، الهلال فرقه متقلبه شويه، يعني موسم تلاقي الهلال فرقه كبيره جدا وعندها لعيبه وامكانيات، وفرقه تلاقيها الهلال متوسط الاداء، ولكن فرقة برضو ما بتغادرش البطولات الافريقيه بسهوله، يعني دايما بتشارك على طول، دايما موجوده، يا اول يا ثاني اول يا ثاني، بتخش احيانا في دور المجموعات واحيانا بتخرج من دور المجموعات. ولكن السودان برضو عندها قدرات كويسه وعندها امكانيات لعيبه على مستوى عالي، واللعب صعب جدا جدا على ملعبهم، هم فرقه شرسه جدا على ملعبهم. انت عارف لعبناهم ست مباريات، لعبنا في الهلال ست مباريات، كسبنا ماتشين، تعادلنا ماتشين واتغلبنا ماتشين، صح؟ ما انا بقول لك يعني فرقه شرسه على ملعبها، قريبه جدا قريبه جدا، في ماتشات اتغلبناها هنا في مصر من الهلال. لا فرقه شرسه يا كابتن على ملعبها فعلا، من الفرق يمكن المريخ اقل شراسه شويه من الهلال، يعني من وجهه نظري الشخصيه، يعني المريخ تاريخنا معاهم احنا على طول بنكسب او احنا الاكثر يعني فوزا على المريخ يعني، ولكن الهلال فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات وقدرات، بتلعب في البطوله العربيه، بتصل لبعض الاحيان الادوار القريبه جدا من الادوار النهائيه في البطوله العربيه، ففرقه عندها امكانيات وعندها قدرات، وفرقه عندها امكانيات ماديه جيده، ففرقه بتصرف كويس قوي، وعندها امكانيات لعيبه، اعتقد السنه دي هتبقى مختلفه شويه عن الموسم الماضي. فالنهارده انت يا اسلام باي حال من الاحوال، حتى فرقه بلاتينيوم هتلاقي فرقه مختلفه تماما، هتلاقي فرقه عندها قدرات، ممكن الناس تقول لك لا والله بلاتينيوم دي فرقه يعني مش مصنفه، ولكن اسلام هتلاقي برضه مصنفه بتصنيف رابع بالظبط يعني بس وصل لدور 16 زي ما انت بتقول، انا موافق معاك، كلهم كويسين، كل الفرق يا كابتن عندها امكانيات وقدرات، وكل الفرق الافريقيه على ملعبهم فرق متحوله، بتلاقي فرق مش دي الفرق اللي انت يعني متوقعها او متخيلها، بتلاقي فرق عندها امكانيات عندها قدرات عندها حماس شديد جدا. الفرق الافريقيه سرعان ما بتكتسب الثقه بسرعه جدا جدا على ملعبها، يعني لو اديتهم مساحه 10 دقائق يلعبوا كوره، انت عارف الكلام ده كويس قوي يعني، وجربنا ولعبنا فرق كتير جدا، لما بتديهم مساحه 10 دقائق يلعبوا كوره على ملعبهم يعني بيتحولوا من لعيبه مثلا قليله جدا للعيبه عاليه جدا. فالنهارده انت بتلعب قدرات وامكانيات كبيره. دوري المجموعات مختلف تماما عن الادوار الاقصائيه اللي هي بتلعب ماتش بره جوه ملعبك، بتلعب انت عايز الثلاثه بونت بره ملعبك وجوه ملعبك، انت مهم جدا انك تكسب جوه الثلاث ماتشات بتوعك، ومهم جدا انك تكسب بره برضو عشان تنجح. ومن يصل الى نقطه 10 دائما دائما يا اول يا ثاني ما تتغلبش بره، يعني تكسب جوه ما تتغلبش بره. بص يا كابتن البطوله اللي فاتت انت مشكلتك ان انت ما بتكسبش بره ملعبك بالظبط، فمش مدي هيبه للناس وانت بتلعب بره، تمام؟ يعني مش مدي كده تقل وانت بتلعب بره، انت الفرقه اللي ما بتكسبش بره بالظبط، الفرقه الثانيه بتاخد جرأه عليك شويه، بتتجرأ، ان النادي الاهلي بيخسر بره، ودي مش من عاده النادي الاهلي، وحاجه غريبه على النادي الاهلي انه يخسر بره ملعبه الثلاث مرات اللي لعبها او المرتين اللي لعبهم، يعني الثلاثه لما تتعادل واحده وتخسر اثنين كتير على النادي الاهلي، صعد ولكن صعد بصعوبه وبصعوبه شديده، فده بيخلي الفرقه كمان تنظر لك منظور مختلف تماما. النهارده لما بتكسب، النهارده قلنا النادي الاهلي احنا لما كسب 8 دي مسج لكل الفرق الافريقيه في دوري المجموعات، النهارده احنا بنتكلم على الفرقه اللي كسبت 11، النهارده برضو اكيد هم بيتكلموا عن النادي الاهلي وكيفيه انه يكسب على ملعبه 8 ب8 اهداف، ده بتدي مسج يا كابتن، بتدي رهبه شويه عند الفرق الثانيه، بتخلي الفرقه يا كابتن تهابك 9 اهداف، بتخلي الفرق تقلق منك يا استاذ، تعمل لك حساب كبير جدا. أيوه. بدل ما تيجي تلعبك هيد تو هيد بتهاجمك تمام وبتلعب عليك هجوم ضاغط، لا بتخليها بتلعب بحذر، فبتديك فرصه كبيره انك انت تبتدي يبقى عندك المبادره الهجوميه. عشان كده مهم جدا الاسلوب والستايل اللي بيلعب بيه مستر فايلر هنا في القاهره مع الفرق في بطوله الدوري، ان كان مين اسماء الفرق، مع كل احترامنا لكل الفرق، هو ده الاسلوب اللي بيلعب بيه بره ملعبه، لان خلاص انت النقاط
ودوري المجموعات مختلف تماما عن انك تلعب بره تدافع وتيجي جوه تهاجم، لا الموضوع ده مختلف تماما، لازم بره برده بتهاجم لانك عايز تكسب. الفرقه اللي عايز تاخد بطوله افريقيا ما ينفعش تتغلب بره ملعبها، ولو اتغلبت بره ملعبها يبقى لازم تتغلب بصعوبه جدا جدا جدا، زي ما حصل لنا قبل كده احنا بره في افريقيا. انا اعتقد في سنه من السنين ما خدنا في بطوله افريقيا ما كناش بنتغلب بره ملعبنا، اقصى حاجه احنا بنتعادل، يا بنتعادل يا بنكسب، هي دي الرساله اللي بتوصل لكل الفرق. عشان كده انت دايما بتدي مسج ان الفرق دي كلها لازم بيخاف منك، بتخاف من اسم النادي الاهلي، من اسمه بالاداء. اسم النادي الاهلي كبير جدا في كل على كل على مدار السنين اللي فاتت كلها، ولكن انت الناس كلها بتبص للاداء، زي ما انت بتجيب النهارده او قبل المباراه مستر فاينر هيتفرج على فرقه النجم ويتفرج على فرقه الهلال ويشوف الايجابيات والسلبيات ومين نقاط القوه ونقاط الضعف، انت كمان برضو الناس بتتفرج عليك وبتعرف نقاط القوه والضعف عندك. لما تلاقي الفرقه هي درسك بشكل كويس وعارفه انك فرقه تقيله وفرقه قويه، اعتقد انك بتنزل معنويا انت بتبقى 50% كسبان الفرقه دي. فالفرقه اللي موجوده قدامنا فرقه كويسه، فرقه جيده، ولكن انت مع المجموعه اللي موجوده واللي الكباتن اتكلموا عليها اعتقد احنا الافضل في المرحله دي. كابتن ابراهيم، النادي الاهلي سيبدا اولى مبارياته خارج ملعبه وينتهي بنهايه الدوري المجموعات برضه خارج ملعبه، هيفرق ولا لا؟ لا ما تفرقش، ولو فرق سلبا ولا ايجابا؟ لا احنا اتكلمنا في القصه بتاع داخل ملعبه وخارج ملعبه دي، اتكلمنا بقى بشكل عام في كل الانديه، لكن بتكلم تحديدا بقى عن النادي الاهلي. لا ما تفرقش، وخاصه ان راجل فايلر بيدور على زي ما قالوا الكباتن، بيدور على البطولتين، البطوله الدوري العام وبطوله افريقيا، وبالتالي بيحصل تنسيق المجموعه اللي بتلعب وهي التباديل اللي بيعملها دلوقتي، والاحلال والتجديد، ده بيلعب كذا وده بيلعب كذا، بيبص على البطولتين بنفس المنظر. طبعا البطوله الافريقيه مهمه بالنسبه لنا، انما بتلعب داخل ملعبك، بتلعب خارج ملعبك مع النادي الاهلي، الامور انا شايفها مع مجموعه اللعيبه ووعيهم التكتيكي والفني والنضج الفني اللي ظهر على اكثر من لعيب، يعني اكثر من لعيب من مجموعه اللعيبه اللي موجوده في نضج فني غير طبيعي، اولا بيخلقوا المساحات، بيستخدموا المساحات دي، يعني بعد ما بيخلقوا المساحات بيقدروا يستخدموا هذه المساحات لخلخله الدفاع القصب. فانا شايف ان مجموعه اللعيبه دي ولا تفرق معاهم جوه ولا تفرق معاهم بره. انا متفائل جدا السنه دي بمجموعه اللعيبه والجهاز الفني اللي موجود، ان لو استمروا بالاداء الفني ده وبالتكتيك العالي ده زي ماتشات الدوري العام، انا شايف ان هم هيكون ليهم شان كبير، وان شاء الله باذن الله البطوله الافريقيه تبقى من حقنا. يعني بالنسبه لك يا كابتن شريف، ان احنا نلعب ثلاث مباريات او مباراتين في الجوله الثانيه والثالثه، اللي بيبدا وبينهي بره بيلعب الثانيه والثالثه دايما جوه مصر زي النادي الاهلي كده، افضل ولا انا ابدا في ملعبي الاول؟ انت انا شايف ان انت ميال ان انت تبدا ملعبك الاول. مش مساله ميال، مساله ان انا يبقى عندي حقيه ان انا اخد ثلاث نقاط وجماهيري موجوده، بقى انا عايز اشوف جماهيري كمان بشكل كافي. خدت بالك ليه احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده؟ برضو تبقى عامل مساعد جامد جدا انك انت زي ما قال كابتن ريم، هو مبسوط وبيتمنى السنه دي ان الشكل اللي موجود في الملعب يبقى موجود في بطوله افريقيا على شكل اقوى، وباذن الله يبقى في حصلت نقاط تقدر دايما تخليه متفوق. فانا انك انت يبقى عندك ماتشين ورا بعض جوه ارضك دي حاجه ممتازه، بس انت عندك كمان حاله من اللاعبين هي واعده جدا، لعيبه بتتحرك بكل قوتها، تقدر تاخد حاجه من الماتش الاولاني وترجع يعني، بس ده يتحقق يعني، دي كل التوفيق اسلام في المباراه الاولانيه، بتفرق معاك انت بقى مسيره التصفيات كلها يعني. انت ان شاء الله لو قدرت تعمل نتيجه كويسه وجيده وريت تكسب كمان هناك في الساحل العاج في النجم الساحلي، تبقى عندك خلاص بقى الماتشين اللي جايين عندك هنا، انت خلاص بقى حتى يديك نفس للراجل التدويره اللي بيعملها عنده دي، انه يقدر يدورها بقى في الدوري كويس قوي، يقدر يبص لناحيه البطولات اللي بيلعبها بجانب بطوله افريقيا. عندك 9 نقاط زي ما انت بتقول، انا عايز ابقى ناقص لي نقطه واوصل لل بس نادي الاهلي ضربه البدايه كده. لكن انا بقول ضربه البدايه اللي انت بتتكلم عنها دي مهمه جدا، انك انت تستحوذ عليها وتجيب جبت منها نقطه، وهيبقى عندك مثلا ماتشين باذن الله على ارضك تقدر تاخد منهم ال6 نقاط ويبقى 7 نقاط، يبقى انت خلاص. عايز تقول حاجه يا كابتن ابراهيم؟ مثال حي بيراميدز، الماتشين اللي لعبهم اتعادلوا هنا في ملعبنا، في ملعبهم هنا وقدروا يكسبوا بره لما لعبوا على المكسب، لانهم فريق كويس، لما لعبوا على اللعيبه الممتازه اللي هم فريق كويس. ما انا فاهم، انا عشان كده بقول لو عندك الكوادر اللي بتقدر تنفذ لك تقدر تكسب بره. احنا بس عادي لما تعادلوا ماتش مع الجزائر، تعادلوا هنا احنا واحد وكسبوا هناك 1-0. انا بخاف بس من الاصابات وبخاف من حاجات كتير قوي، والعين علينا وضغوط كتير قوي على النادي الاهلي. الواحد بيتمنى وبالتوفيق، وهم ماشيين زي ما هم يعني، احنا ماشيين زي ما احنا. كل التوفيق للعيبه، كل التوفيق للجهاز الفني، ان احنا نوصل لمرحله مباراه النجم الساحلي ونقعد نتكلم كده مع بعض باذن الله بالشكل
اللي احنا بنتكلم عنهم بالاجاده بالتا يكون موجود نتيجه طبق عمل التوفيق فقط. ما كان انا بتمنى التوفيق في هذه المباراه للنادي الاهلي اللي هو هيخليه لسه بدري طبعا يعني، ولكن احنا الكلام بقى بالبلدي كده هيخليه يشوف الحياه حلوه قوي. هيشوف الماتشين اللي عنده ازاي، الراجل هيعرف يفكر ده من الجهاز الفني، من فوز لفوز بتزيد الحكايه وبتدي اللعيبه كمان ثقه كبيره جدا، حاجات كل الدنيا عارفاها الحقيقه. انما احنا بنتمنى ان الحكايه تمشي زي ما هي، ملهاش اي حاجه تخرجنا عن المسار الطبيعي اللي احنا طالبينه السنه دي جميع البطولات باذن الله. بلال، انت لو لاعب دلوقتي شفت القرعه دي تفتكر هتبقى مقلق من المباراه الاولى، مباراه النجم الساحلي في تونس لاعب في نادي الاهلي يعني؟ شوف، لو عندي خبرات مش هبقى قلقان قوي يعني. لو انا خط، لو انا لعيب جديد ولا لعيب قديم تفرق برضه يعني. لعيب عندي خبرات يعني، واحد زي رمضان صبحي، واحد زي حسين الشحات، واحد زي معلوم من اللعيبه اللي خاضت يعني. خلاص هي الاجواء معظمهم تقريبا بالظبط، هو 90% من لعيبه النادي الاهلي خاضوا الماتشات الكبيره دي ولعبوها، فاعتقد مش هيبقى في قلق كبير يعني. تمام، انا اتمنى طبعا البدايه تكون هنا على انا هو ده اللي انا عايز اوصل له. هل انت كلاعب يعني اتمنى البدايه تكون على ملعب؟ اتمنى. انا لا يعني، انا لو لاعب اتمنى انه يكون البدايه بره ملعبي وزي النجم الساحلي. انا وجهه انت عايز كده؟ انا كلاعب يعني. بص، انا مختلف معاك شويه. مختلف معاك لان خد بالك البطوله الافريقيه مختلفه شويه اسلام. اولا انت عندك جمهور هيحضر هنا في القاهره طبعا، عندك جمهور هيبقى موجود هناك، الجمهور ده هيبقى كبير جدا يعني. النجم الساحلي انت عارف الملعب هتبقى تقريبا مقفول يعني، اصله صغير مقفول. بالظبط، فهي 20 30 الف موجودين، هتبقى 23 حاجه كده يعني. النهارده لما تلعب المباراه الاولى وعندك نفس كم الجمهور اللي بيساندك هنا الناحيه دي، خد بالك بيديك حته تعود. النفسيه برده مطلوبه يعني، فاهم قصدي؟ طبعا. لما تروح وانت هنا كسبان ثلاث نقاط ورايح تلعب مع فرقه زي النجم الساحلي هناك بعد كده المباراه الثانيه، وانت كمان وتعودت على حته الجمهور والضغط بتاعه والشده، هتبقى ما عندكش مشكله كبيره يعني. الفرق الكبيره ما بتفرقش معاها البدايات فين، سواء هنا او هناك ما بتفرقش مع الفرق الكبيره. ولكن انت لما بتتمنى تبقى يعني بتتمنى انك تلعب جوه ملعبك وسط جمهورك، تكسب ثلاث نقاط، بتروح وانت متصدر يعني. خاصه لو انت مثلا معاك فرقه زي فرقه النجم كده، لو انت مثلا بتلعبها الماتش الثاني هناك وانت كسبان ثلاثة، الضغط عليه اكتر. بس تخيل انت مثلا رحت النجم مثلا، او مش تخيل، من المفترض ان يكون الطبيعي ان انت لما تروح النجم على الاقل تكسب المباراه دي 1-0 او 2-0 هناك وتؤدي بشكل جيد. طبعا ده موضوع. تخيل ده، تخيل ده هيوديك فين؟ انا كده طبعا، انا من الريسك، انا من النوعيه يعني. انا من اللعيبه اللي لو انا لعيب يعني، لو مش مدرب، لو انا لعيب، لو انا لسه بلعب في الملعب، واخد من كلام الكابتن ابراهيم اللي هو مجموعه اللاعبين اللي متواجدين دلوقتي بالشكل اللي احنا شفناه في المرحله الاولى اللي هي ست مباريات الاخيره، ده هيخليك تبقى لا عايز، ما عنديش مشكله انا اروح العب في النجم الساحلي. هتبقى زي ما انت بتقول فيها ريسكي شويه، ريسكي شويه، بس انا بقول لك لا، ممكن اكون انا اقرب ان انا اخد الريسك ده دلوقتي، ان انا اشوفه دلوقتي. ليه؟ السنه اللي فاتت كنت هقول لك لا يعني ابدا في ملعبي احسن، مش هبدا بره ملعبي. انا بتكلم على الصراحه، بتكلم على ظروف الفرقه يعني. انا بتكلم على ظروف الفرقه بس خد بالك في نقطه يا اسلام برضه مهمه بالنسبة للمدير الفني. النهاردة المدير الفني بيلعب بطريقة مختلفة شوية. بقالنا شوية ما تعودناش عليها، إن هو دايماً على طول بيهاجم. حتى وهو كسبان. راجل أجريسيف، تمام؟ كل الأفكار بتاعته أفكاره كلها إيجابية على المرمى، حتى التغييرات بتاعته كلها تغييرات هجومية، دايماً بيحاول يحط النادي الأهلي في موقف هجومي مش موقف دفاعي. الأمر ده مختلف في أفريقيا شوية كده. يعني أنت في أفريقيا بتلاعب فرقة تقريباً مماثلة ليك تقريباً في نفس المستوى. فالنهارده هل الفكر ممكن يتغير؟ عشان كده بقول لك انا امنياتي او انا كنت اتمنى ان المباراه الاولى تبقى هنا، تبقى انت بتدرس الخصوم بتاعت افريقيا، بتعرف طبيعتها، بتعرف مستوى اللعيبه اللي عامله ازاي، عارف ارد عليك بتتفرج عليك كمان عليهم في المباراه الاولى. عارف ارد عليك اقول لك هو شاف الزمالك مره هيشوفه يعني في مرتين ثلاثه، شافوا بيلعب فاينل كاس وسيمي فاينل، هيجيبوا له سيديهات لفريق النجم الساحلي اخر خمس ماتشات. مظبوط. انا قصدي اقول لك ان هي طبعا على فكره كلامك مظبوط، تمام، ولكن هي يعني هي اختلافات في أكيد. اختلافات أكيد. والاثنين صح اكيد. عشان كده بقول لك هل ممكن يلعب بنفس الفكر ده مع النجم الساحلي بره، اللي هو انا هلعب هاجم ارد عليك في حاجه. انت ما تقلقش على فرقتك، في ارض كويسه، ارض طبيعيه، اجواء طبيعيه، زي نجم الساحلي من زي الترجي ما بنلعب على النجم، يمكن زي ما كنا ده ارض رادس وما فيش ادام لعيبتك زي ما انت بتتكلم عنها كده، دي لعبه بتحب الارض. بس الاجواء مختلفه يا كابتن برضه. انت لما تلعب هنا في القاهره
جمهور النادي الاهلي بيغطي طبعًا. اي حاجه لا لا طبعا رايح اقول لك على حاجه انما انا بتعرف انك مسافر ما عندكش ما عندكش 1000 واحد هناك بيشجعوه لا 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 لو, لو عايز الملعب لو يدونا لو يدونا ال 20 هيروح ال 20 يا عم احنا واحنا رايحين نلعب اسوان قعدنا قلنا الحر والبتاع والبتاع وما اعرفش ايه ولعبنا ماتش كويس ولعبنا ماتش كنا نتمنى كلنا يعني كنا نتمنى كلنا انت برضو مش هتلاقي الفرق معينه اقوى من اسوان واقوى من الفرق اللي انت شايفها دي في عادات احنا اكتشفناها في الماتشات دي زي ما انا بقول لك كده في حاجات اكتشفناها في الماتشات دي التصويب الفرق كلها اتغيرت يعني انت عشان كده انا بقول لك انا لو انا من حقك انك انت تتمنى ممكن على فكره من حقك من حقك تتمنى انما انت كمان عندك ظروف لما بتبقى مدوات لان خلي بالك لو بتطلع كل اللي عندك لان تقدر تطلع كل اللي عندك لانه خلي بالك حضرتك لو كسبت هتبقى الامور ولو قدر الله حصل حاجه سهل جدا تعوض يعني انا شايف ان فك المدرب الموجود بيفاجئ الفرق الخصوم بطرق لعب مختلفه يعني هو فاجئنا في ماتش الزمالك بطريقه وما لعبش ولا راس حربه ولعب يعني اجايه زي مموه كده راس حربه بيقدر يسحب المموه بيخوف خلي بالك المموه بيخوف جدا بيسحب الخصوم في مكانه واللعيبه الثانيه بيقدروا يحتلوا الاماكن اللي هو بيخلقها وبيقدروا يخلقوا فرص لنفسهم فالراجل بيفاجئنا بطرق مختلفه ممكن يفاجئ الترجي بطرق مختلفه وممكن يكسبهم في ملعبهم وممكن يكسبهم هنا مجموعه اللعيبه انا ما زلت بقول ومصمم مجموعه اللعيبه اللي موجوده بتادي اداء الحقيقه السنه دي على فكره كلنا موافقين حضرتك في متعه يعني في متعه في الاداء وزي ما انت قلت كابتن شريف في دلوقتي اللعيبه ابتدت تصوب ما كناش بنشوف الانسان بحالها دور على واحد بيشوط على الجول ما شفتوش السوليه ابتدى يشوط وحمدي فتحي ابتدى يشوط يعني, يعني الامور بس الامور بس بقى بيطلع الامكانيات اللي عندها في بالظبط هم نفس يطلع اللعيبه برضه ما اتغيرتش يعني اللعيبه ما اتغيرتش يبقى الواضح الفني هو اللي اتغير هو اللي غير هو اللي غير التركيب تركيبه ايوه بالظبط هو اللي غير من نمط الاداء عشان كده بقول لك هي الحكم في الماتشات دي هيبقى للمدير الفني هيلعب باني شكل وباني طريقه هل هلعب بطريقه ان انا بلعب بره ملعبي فبالتالي هلعب بتوازن شويه وهحافظ ولا هلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها الفرقه المصريه هنا كده في انا دايما بقول للجمهور النادي الاهلي ان هو خلال الفتره القادمه خلينا دايما نبقى واقفين ورا الفريق صحيح الفريق كل ما هيلاقي الجمهور واقف اكتر وراه خلال الفتره دي اعتقد ان هم هيبقى ليهم دور كبير جدا جدا خلال الفتره القادمه كابتن ابراهيم خلينا اخرج من المنطقه دي وهروح برده واحنا بنتكلم عن افريقيا النهارده حلقه كلها افريقيه يعني ولكن غير الاتحاد الافريقي لكره القدم المباراه النهائيه واصبحت مباراه ستقام على مباراه واحده فقط وليست مباراتين كما كان النظام سابقا بمعنى انها هتبقى ماتش واحد بس هيتلعب سوف يحدد المباراه النهائيه من دلوقتي اعتقد خلال الايام القادمه هيحددوا المباراه النهائيه ملعب محايد ملعب محايد طبعا مش ملعب محايد هو بيقول مثلا في استاد القاهره مثلا ويطلع الاهلي وانت وحظك ما يعني ما انت ممكن زي ما بتشوف في اوروبا يعني انا ما اعرفش هل هو ده النظام هو لسه هو ده النظام هو ده النظام هو ده النظام في اوروبا هو ده وفي افريقيا برضه هو ده النظام في افريقيا هو ده النظام اصل انا حاولت اوصل لكن طالما خلاص هو ده النظام يبقى هيحدد ملعب هو المفروض بيحدد الملعب قبل بدايه المسابقه خلاص فحدد ملعب قال لك مثلا المباراه النهائيه ستقام في القاهره والاهلي وصل المباراه النهائيه حظه حقيقه بخته عايز اعرف بس حته يعني افريقيا بس يعني هنبقى المكان متحدد في افريقيا ولا ممكن في اوروبا في لا مش يعني اوروبا لا افريقيا لا هي افريقيا في اوروبا ازاي هيبقى افريقيا بس هيبقى في افريقيا بس انا اعتقد ان هو اعتقد انه تماهل اسلام عشان يحط الملعب في فرقه مش موجوده في الدور 16 يعني هيدور على استاد لا بالعكس اصل هقول لك حاجه بس انت عارف المشكله هتبقى في ايه المشكله هتبقى في ايه المشكله هتبقى في الجمهور لو مثلا انت بتلاعب النادي الاهلي بيلاعب جنوب افريقيا في الكاميرون مين هيروح كام مين ماشي هتبقى لا جمهور الاهلي يروح انا متاكد انا متاكد ان تونس نجم الساحلي هتلاقي نص المدرجات احمر النادي الاهلي في اول مباراه ان شاء الله انا متاكد يعني بس مش هسمح لك يا كابتن لا هم بيلبسوا احمر برضه فممكن يبقى انا هنروح متخفيين زي اجيك زي اجيك احنا لا فاقصد ان كابتن يعني
تغيير النظام هل ده حضرتك شايفه جيد ولا لا؟ بشكل عام طبعا احنا مش عارفين ما دام النظام محطوط من بدايه المسابقه هو لسه النهارده ما انا بقول لك ما احنا لسه ما ابتديناش ادام محطوط من بدايه المسابقه الكل لازم يلتزم بيه. انت ايه رايك في الحكايه دي؟ لا انا شايف انها في النف زي اوروبا زي ما بيتعمل ماتشات اوروبا في النهائيات بيتعمل ماتش واحد سواء عندنا سواء بره ان شاء الله النادي الاهلي يبقى طرف في النهائي. يعني هو بالمناسبه لسه بيقولوا لي دلوقتي ان تم وضع معايير معينه وان الدول تتقدم الدول اللي عايزه تستضيف المباراه النهائيه مثلا معايير 1 2 3 4 5 المعايير بتنطبق على 10 دول قدموا مثلا والمعايير بتنطبق على 5 يبقى هم هيختاروا من الخمسه اللي بتنطبق عليهم المعايير اللي هم حاطينها ده بالفار طبعا وكل كل حاجه اكيد ما فيهاش بقى في ار يتعطل يعني ما فيش في ار هيتعطل الكلام ده كله زي ما حصل بعد ما نظمنا بطوله افريقيا وهيعلنوا عن المعايير خلال الايام القادمه ومن بعدها هينتظروا بقى البلاد اللي عايزه تلعب المباراه النهائيه على ارضها تبعت وتقول انها هتتلعب المباراه النهائيه وبالتالي يتم اقرار اسلام واسم الاستاد ولا اسم البلد بس كل حاجه اسم الاستاد كل حاجه لا يعني القاهره استاد القاهره مش مثلا استاد برج العرب او يعني كاميرون مثلا جنوب افريقيا مثلا من الاماكن اللي هي ممكن تستضيف حاجه زي كده مصر من الاماكن اللي هي ممكن خلي بال حضرتك دول اقوى اثنين اقوى مكانين يعني بيبقوا دايما بيبصوا بس كل البلاد الافريقيه عايزه تستضيف النهائي بغض النظر بقى عن مين اللي اقرب ومين اللي مش يعني بعد نجاحنا في تنظيم بطوله افريقيا السابقه والابهار اللي عملناه ده حدث تاريخي خلي بال حضرتك ايوه لا تمام انا مع حضرتك بس الموضوع ده هيبقى صعب يا اسلام يعني من وجهه نظري الشخصيه موضوع انك تلعب مباراه محايده دي يعني مش محايده يعني مباراه واحده في ارض محايده او مش ممكن ما تبقاش محايده خلي بالك بس فعلا ممكن الاهلي على ارض تونس وانا بلاعب تونس وبتلعب الاهلي والترجي ممكن طبعا الاهلي والنجم خد بالك انت اللي بينجح الماتشات اللي زي كده هو الحضور الجماهيري صح هو ده اللي بينجح الماتشات النهائيه انت لما بتتفرج على اي فاينل في العالم كله بتلاقي ان الجمهور مالي الاستاد في اوروبا الامور سهله وبسيطه لان الحركه قليله وسهله يا كابتن ممكن يعني هم عايزين يعملوا انتقالات بلال يا كابتن يعني هم نفسهم كمان حاسين ان افريقيا قريبه من بعض حلو عايزين يخلوا في عاده ان الناس تسافر بقى ويعملوا تواجد للناس وما اعرفش ايه يعني ممكن طب هي يا كابتن بالعكس هي يعني انا النهارده لما العب الماتش الاولاني بره ملعبي عندي جمهوري هيسافر جمهور انا بس هو انت ما فيش حد في افريقيا ما اعتقدش ان لو الماتش في الكاميرون والاهلي بيلعب الترجي تمام هيحضر جمهور من السنغال انا بالنسبه لي انا كمصر انا بالنسبه لي كمصر والنادي الاهلي شايفها اكثر فير بالنسبه لي ان انا العب مباراه واحده انا بتعرض لحاجات كتير قوي في انا ما اكسبش ثلاثه هنا وبرايح هناك الدنيا في احتفاليه وهم مغلوبين ثلاثه قبل ما بننزل ففي حاجات احنا بنقابلها هي مباراه واحده انا وانت في اي حته حدد لي وامكانياتي وامكانياتك وجود لك يعني ما فيش مشكله خد بالك الاتحاد الافريقي ما بياخدش قرار زي ده بلال كمان لا ده كان في حاجه هو عشان الا اذا كان هناك باك جراوند السيئه بتاعت الفاينل الاخير بالظبط والا اذا كان هناك اتفاق مبدئي مع الشركه الراعيه خلي بالك تمام لانه انت بس دي تجربه خد بالك دي تجربه هنشوف مش عارف اصل هيرجع فيها ممكن السنه الجايه ممكن من وجهه نظري دي ممكن تكون تجربه بيشوف النهارده انا هلعب اصل النهارده ما ينفعش فاينل افريقيا يبقى مثلا بين الاهلي مثلا والترجي يعني اكبر فريقين في افريقيا وحاضر 3000 واحد في الاستاد استحاله يعني هتبقى خد بالك يعني حتى يعني شكلا مش حلو احنا النهارده النادي الاهلي لما كان بيلعب بطوله افريقيا بره في مثلا في تونس او في الجزائر كابتن كان بيحضر 7 8000 او 10000 كان بيملى الاستاد ودي حاجة رائعة جدا 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 هل أنت ما عندكش ثقة أنا متأكد أن عندك ثقة يعني لكن أنت ما عندكش ثقة أن أنت لو اتقال أن المباراة في السنغال مثلا ما أعرفش أي بلد أفريقية كلها بلاد أفريقية على دماغنا يعني أي بلد أفريقية هل مش هتجد أن في مباراة نهائية والأهلي سيلقى الترجي والاستاد بيسع 80,000 متفرج بيبقى نص بالنص صح؟ هل مش هتجد 40,000 متفرج أهلاوي موجود في انت هتعمل زي الجزائر ما عملوا في مع مصر اصل هي ماتش هو ماتش لو الدوله هتعمل زي ما الجزائر عملت مع الفرقه بتاعتها والطيران مخفض بشكل بنسبه 70-80% خلي بالك لا ده ممكن خلال الفتره القادمه يكون هناك يعني ما بين الاتحاد الافريقي والبلاد الافريقيه او الحكومات في البلاد الافريقيه كلام على هذا الموضوع ان يعني يكون هناك تخفيض معين بشكل معين تلاقي الاوتيلات كلها اتحجزت في المكان من دلوقتي من يوم ما يعلنوا انا عارف الاجواء في شركات سياحه بص هتفرق فيها يا كابتن هتحجز الاماكن دي عارف عارف يا كابتن شو هتفرق فيه انهي دوله والاجواء عامله ازاي
الحر والرطوبه والمطر والحاجات اللي برضو بتفرق مع الناس اللي رايحه يا كابتن. اه انت اه عايز تروح وكلنا نفسنا نبقى نروح تمام، وبرضو الطيران قد ايه يعني النهارده لو في تونس كلنا هنروح. أوه. انا متاكد لو في تونس او في الجزائر او المغرب هتلاقي مثلا نص جنوب، خلي بالك جنوب افريقيا برضو هتلاقي نص الناس. انا بقول لك من دلوقتي انما النهارده في الكاميرون والسنغال ونيجيريا وغانا انا بقول لك انا بقول لك دلوقتي طيران عشان انا اروح طيران النهارده وعامل ترانزيت فيها 18 ساعه. انا هقول لك اتفضل. المباراه النهائيه السنه دي ان شاء الله في المغرب اه بنسبه كبيره. هتروح؟ نروح بس في المغرب نروح. مش عايزينك تعترض. لا لا المغرب اه المغرب كله رايح يا عم. المغرب بلد جميله جدا جدا، شعبها بيحب الكوره جدا، موجود فرقتها مش موجوده، الحضور هيبقى قوي جدا. طب كل البلاد قريبه منها حتى افريقيا. لو في نيجيريا هتروح؟ هتروح انت ان شاء الله. انت لا. انا عايز اقول لك حاجه، اي بلد افريقيه بس ولا عشان الناس طبعا حر لا عشان مفيش حر اتلاقي وسيله الطيران وسيله الطيران وكل حاجه. بس هي بتبقى رحله يا بلال معلش مع احترامي، اربع خمس ايام صعبه وكل حاجه، ولكن اربع خمس ايام على جمهور النادي الاهلي. والله صدقني انا متخيل ان ممكن النادي الاهلي يحط بالارقام، جمهور النادي الاهلي يحط بالارقام القياسيه في هذا الموضوع. ليه؟ يعملها طبعا. نعم يعملوها. هقول يعني مثلا الناس لما هتخش تقرا على غينيا الاستوائيه خلاص، الناس هتقول لك ايه غينيا الاستوائيه لا غينيا الاستوائيه دي بلد من البلاد اللي فيها نمو كبير جدا، مثلا فيها كمية غابات غير طبيعية، فيها مناظر طبيعية كتيرة جدا، وتبقى وأنا متأكد إن الدولة اللي هتتقدم هيبقى فيها مميزات، وبالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي إن هي تخلي إن هي تستقبل زوار كتير. في أتمنى طبعا، لكن في النهاية أنا مش مع او ضد الموضوع ده، لان انا في النهايه يهمني النادي الاهلي يكسب البطوله وخلاص، سواء بماتش او زي ما انت بتقول كده 100% هيبقى الاتحاد الافريقي متفق مع شركات طيران ومتفق مع كذا ومتفق عشان برضه نسبه الجمهور تبقى عاليه، هيعمل تخفيضات وهيعمل كذا في التذاكر الطيران وفي 100% لان الشركات الراعيه وال ان شاء الله النادي الاهلي يبقى في الفاينل، وانت عندك مليون شركه هنا تتمنى انها تبقى متواجده في الملعب خطيرك. وفي طيارات هتطلع التسهيلات طيارات هتطلع بالظروف، لان الشكل نفسه هيبقى كل التدعيمات موجوده خصوصا من الحكومه كمان، يعني ما فيش حاجه حتى هتقصر. بس احنا ان شاء الله هنوصل فاينل ونلعب ان شاء الله في زنزبور يعني، بس ان شاء الله باذن الله يكون زي ما انتم بتقولوا الجو يسمح للناس تروح ايوه وتتفرج. لا ما هنراعي الحته دي، ما زي الفرقه اللي هتخش كاس العالم ما زي الكابتن اسلام بيقول هنراعوا كل الظروف الجويه والظروف البتاع، يعني هنراعوا كل القصه اللي احنا بنقولها دي يعني 100% هنراعوها. خلي بال حضرتك باذن الله يعني، خلي بال حضرتك برضه يا كابتن لو هي ستظل مقصورة على البلاد شمال افريقيا هيبقى في ظلم كبير جدا طبعا، وهم اكتر ميعاد ميعاد الفاينل امتى واجواء شكلها امتى؟ اكيد هيختاروا باحسن مكان. الفاينل خلاص بقى في شهر 5 كابتن، خلاص اهو شهر الفاينل بقى في تقريبا في 5 او 3 تقريبا صح؟ لا الماتش فاينل 5 خلاص. طب خلاص ده هيبقى اكيد في تونس كويس، اكيد في المغرب كويس، اكيد عندك هنا كويس. يعني خمسة ده في افريقيا صعب جدا هناك. فين في نيجيريا و... انا بتكلم ده على شمال افريقيا. طب اخيرا حضرتك شايف يا كابتن كلمتين، شايف ان مجموعه النادي الاهلي مجموعه جيده؟ انا شايف ان مجموعه النادي الاهلي مجموعه جيده جدا، وفيها فرقتين يعني نفس المستوى مع النادي الاهلي، فرقتين في المتناول ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر باذن الله يحقق المركز الاول فيها ويتاهل لدور الثمانيه سهل جدا ان شاء الله باذن الله مع 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 الاجهزه الفنيه اللي موجوده ما زلت بقول، ومع مجموعه اللعيبه اللي موجوده انا حاطط فيهم امل كبير جدا جدا انهم ان شاء الله يحققوا لنا كل البطولات السنه دي. كابتن شريف مفيش مباراه سهله في المجموعات دي انا تمام. انا شايفه الحقيقه يعني، انما وشايف في مفاجات جنب فرقه النادي الاهلي بالقوام المستوى الاول بتاعها ده ان هو يكون معاه. انا شايف اسماء هتطلع بره من الاسماء الكبيره يعني، بس باذن الله يبقى في مفاجات من فرق كتير قوي هتبقى موجوده هتقدر تحصل على دور الثمانيه. احنا نطلع بره ده كسبناه خلاص، اطلع من 13 4 و9 13. فاعتقد في هتحصل مفاجات بالنسبه للفرق كانت متعوده انها توب فاينل. باذن النادي الاهلي يكون في المستوى الاول في كل حظ البطولات والنقاط، ويكون حتى مكان الملعب يواكب باذن الله النادي الاهلي في الفاينل باذن الله. كابتن بلال ما فيش شك مجموعه اكيد يعني صعبه، والبطوله عامتها هتبقى صعبه على كل الانديه، ولكن انت ثقتك في امكانيات الفرقه كلعيبه وكمدير فني طبعا وكاداره اكيد يعني كبيره جدا.
الاهلي عينه على البطوله، فبالتالي الانديه اللي عايزه تاخد بطوله زي النادي الاهلي فاي مباراه بالنسبه لها هي مباراه صعبه سهله بالنسبه لها، صعبه في الاداء ولكن لازم تكون سهله بالنسبه له كقتال كروح بالزبط. واعتقد لعيبه النادي الاهلي يمكن هم وعندهم دروس مستفاده من كل الماتشات والبطولات اللي فاتت دي، النادي الاهلي عينه على البطوله، فبالتالي كل المباريات هياخدها كانها مباراه كؤوس، حتى المباراه بتاعه دور المجموعات يعني. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي عينيها على النادي الاهلي لان ده وضع طبيعي، هو دايما البطل وهو الاكثر شعبيه وهو الاكثر بطولات، فكل الانديه اللي بتلعبك هي بطوله خاصه بالنسبه لها، وده بكرره مره ثانيه ان كل الانديه سواء النجم او الهلال السوداني او بلاتينيوم كل الفرق دي بتلعب النادي الاهلي عينها على البطوله الخاصه او البطوله الفرديه ما بينها وما بين النادي الاهلي، فالمباراه هتبقى صعبه لكن بالمجموعه اللي موجوده دي ان شاء الله ومع المدير الفني الجديد اعتقد الامور هتبقى سهله على النادي الاهلي باذن الله. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه. احنا النهارده كانت حلقه بنتكلم فيها عن القرعه الافريقيه ومجموعه النادي الاهلي تحديدا في هذه البطوله او في دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا يا كابتن شريف. شكرا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن بلال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي قريبا بحلقه جديده من ملعب الاهلي.